السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ليله جديده من ليالي باحثين السودانيين في فتح الصحافه العامه. سقطت ما سقطت صابنا. يسعدنا ويشرفنا انه يجينا ثاني راجع دكتور نيازي عزالدين في محاضره عن الايموشنال انتليجنس بعنوان تمارين على الذكاء العاطفي، المنهجيه، اكتساب المهارات وتحقيق المعدل المطلوب. Working on emotional intelligence methodology skills and score maintaining. فكلنا نرحب بدكتور نيازي ونستمع له ونتعلم ونستفيد. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله. مساء الخير عليكم. كان في اول اسبوع كده او نص الشهر الكريم او اول 5-7 يوم منه عملنا محاضرة عن مقدمة كده كانت تعريف بالذكاء العاطفي، كانت بعنوان الأثر النفسي للاعتصام في ترقية معدل الذكاء العاطفي للمعتصمين. وعاوز أواصل في الاتجاه ده. هقوم أراجع الذاكرة شوية معاكم عن الموضوع بتاع الذكاء العاطفي. قلنا إنه هو اولا يعرف بانه هو مقدرة الانسان على التعرف على افكاره والسيطرة على مشاعره واحاسيسه وتسخير المشاعر والافكار دي عشان يصل للهدف بتاعه. ممكن يكون الهدف متمثل في الرضا الأكاديمي أو الإنجازات المهنية إلى آخره. برضو تكلمنا عن إنه الخطة التي يجب اتباعها في موضوع تحقيق الذكاء العاطفي تتكون من 5 عناصر رمزنا لها بـ5 أحرف اللي هي V G P A S. V G P A S اللي هي V refers to vision اللي هي الرؤية. G refers to goal إنه لازم يكون في هدف. P refers to plan اللي هو لازم يكون في خطة. وقبل الوصول إلى النجاح اللي هو S success لازم يكون في A اللي هي actions. إذن G for V for vision, G for goal, P for plan, A for actions that leads you اللي هتوصلك إلى النجاح أو السكسس. الليلة هقوم أتكلم شوية عن المنهجية اللي نحنا ممكن يكون مسموح لنا بإننا نسلكها ونعملها عشان نصل إلى كيف نرفع من معدل الذكاء العاطفي أو الـ EQ بتاع الشخص المهتم بالموضوع ده واللي عنده رغبة في إنه يتطور من حيث الذكاء العاطفي. طيب، في دماغ الإنسان لقوا انه في مركزين، مركز للمشاعر اللي هو الايموشنال سنتر، وفي مركز ثاني اللي هو المركز بتاع الافكار. المركزين ديل عاملين كده زي شبهوهم بالمسارين الموجودين في طريق بتاع اسفلت، مسارين في اتجاه ممكن يكونوا بيناتهم في فاصل، ممكن نشبههم بشارع مثلا المطار اللي هو 4 مسارات، في مسارين ماشيات في اتجاه الشمال من الجنوب للشمال مش كده، ومسارين راجعات. فالمسار الاول بتاع المركزين، مركز العواطف والمشاعر ومركز الافكار، بيمثلهم التراكين الاول والثاني الماشيات في اتجاه واحد، وممكن يتمثلوا بالتراك الثاني الماشي من الجنوب للشمال او التراك الاول الثاني المعاكس له، بيناتهم فيه اللي هو التروتوار الفاصل.
طيب ليه شبهناهم التشبيه ده؟ لأنه خلايا الدماغ من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية هي محكومة بالحيز بتاع الجمجمة، يعني هي غير قابلة للتضخم أو اللي هي إنها تكتسب حجم أكبر من ناحية مادية. الإنسان بيولد بكذا بليون خلية عصبية وبيموت بها غالبا على حسب عمره، ما لم يحدث يعني حادث أو مرض مثلا زي الزهايمر أو باركنسون الشلل الرعاشي أو يحصل نزيف لا قدر الله لحادث أو كده، يعني حاجات دي بيكون نتاجها إنه الخلايا العصبية يفقد جزء منها ويحصل لها ريبليسمنت، يعني تعويض بخلايا ألياف اللي هي بيكون الجزء اللي اتفقد ده من الخلايا العصبية مسؤول من مركز من مراكز الإحساس العليا. فمجرد ما يحصل الحادث ويحصل التعويض أو الريبليسمنت بالألياف دي طوالي تلقائيا، هذا يعني انه الجزء او المركز الاصلي اللي كان موجود في خلايا الدماغ مسؤول من الاحساس او الذاكره او مسؤول من تنظيم درجه الحراره او التفكير او النطق يفقد وظيفته طوالي لانه تم استبداله او تعويضه بالياف واللي هي لا تشبه الخليه العصبيه الاصليه. فدي ده ملخص لطبيعه الخلايا العصبيه. لذلك يعني الخلية العصبية بتفرق من العضلة مثلا العضدية، العضلة البطنية العضدية اللي هي العضلة دي اللي هي بيسموها ذات الرأسين، هذول ممكن يمشي مركز بتاع جيم ويشيل حديد ويتغذى كويس وكده، بعد شوية العضلة بيحصل لها وممكن التضخم، يعني زي ما انتوا عارفين ممكن الواحد فينا يعمل ليش ويتبوش بكده ويقوم العضلة تتضخم يفتكر روحه بيجا بطل. في واحد تاني بيكون شغال له سنتين في الموضوع ده العضلة بتاخد حجم يعني رهيب أكبر وأكبر وأكبر. فده تطور من حيث الإمداد الدموي للعضلة وكده، غير موجود وغير متاح في خلايا العصبية. خلايا الدماغ بتعمل شنو الخلايا؟ أنا عاوز أقارن بين التطور اللي بيحصل في المركزي العاطفة والأفكار وبين العضلة. هنا بيحصل نفس الشيء، يعني المسارين ديل بيحصل لهم تفاعل شديد جدا داخل عقل الإنسان، يتم اكتساب كمية من المهارات لكن من غير ما يحصل تورم أو تضخم في الخلايا العصبية الموجودة داخل الدماغ الموجود داخل الجمجمة. بيحصل شنو؟ بتحصل ظاهرة فريدة ربنا يعني جل جلاله ميز بها الخلايا العصبية. بيحصل إنه الخلايا العصبية عندها المقدرة، بيسموها أنا هقول الترم وأقوم أترجمه، يعني the nerve cells has got the ability to generate thousands of neuro transmissions، يعني عندها المقدرة إنها تخلق علاقات عصبية تصل إلى 15,000 علاقة أو نسميها 15,000 وصلة عصبية من الناحية المعنوية. الكلام ده يعني نحفظه كده وبعدين لما نبدأ الموضوع بتاع التريننج بتاع التدريب بتاع الذكاء العاطفي هتتذكروه معاي. يعني ظاهرة فريدة مش كده، كونه نفس اللي بيحصل للعضلة من التمارين، بنفس التمارين دي ممكن نعمل نخلق 15 يعني لغاية 15,000 وصلة عصبية معنوية تخلي الزول يكون يعني من هنا لحد مما نبدأ من الليلة من الآن من بداية التمرين على واحدة من مهارات الذكاء العاطفي لحد ما ننتهي من إزالة مثلا واحدة من الصفات أو المهارات السالبة ونخد بدلها نكتسب بدلها مهارة موجبة
من 3 إلى 6 شهور بتاخد أقل شيء. أنا هفصل الموضوع ده. طيب بيقول لك طبعا اتفقنا المرة اللي فاتت برضو أعيد الموضوع ده كبرين ستورمينج، يعني عصف ذهني كده ليكم، إنه المهارات بتاعت الذكاء العاطفي 4، اللي هو قلنا السلف أويرنس نمرة 1، السوشيال أويرنس نمرة 2، تمام، والسوشيال مانجمنت والريليشن مانجمنت، بمعنى إدراك الذات والإدراك الاجتماعي، بعد ذاك تطوير الذات وتطوير العلاقات اللي بيكون الشخص بينه وبين نفسه وبينه وبين المحيط المجتمع، تمام. أي مهارة من المهارات دي يا جماعة من ناحية علمية، أنا طبعا الموضوع ده ذكرت قبل كده إنه ليه هو من مجالات الاهتمام بتاعي غير الموضوع بتاع المهنة والتخصص وكده، إنه عملت مشروع بتاع بحث بتاع ماجستير في الترجمة، كان الكتاب اللي أنا اخترته هو الذكاء العاطفي اللي هو بتاع بروفيسور دانيال جولمان اللي هو الأمريكان ساينتست وسايكولوجيست، هو اختصاصي باحث علمي وبروفيسور مدرس ومؤلف للكتب بتاعة النفسية، وخاصة كتاب بتاع الذكاء العاطفي ده عمله سنة 96 وكان one of the best sellers، يعني كان من الأكثر مبيعات مبيعا في السنة في السنة ديك والبعدية والبعدية لمدة يمكن 5 أو 6 سنين. أي واحدة من المهارات دي فيها عندها حوالي 15 إلى 20 استراتيجية، عندنا لها 15 استراتيجية بنشتغل على كل استراتيجية بطريقة معينة وبتمارين معينة. السوشيال اويرنس نفس الشيء، الريليشن مانجمنت والسيلف مانجمنت، عند أي واحدة من ديل عندها أقل شيء 15 استراتيجية. طيب بيقولوا إنه عشان الإنسان يتخلص أو يعني يعمل مجهود ويعمل ترقية بتمارين معينة لمعدل ذكاء العاطفي عاوز له من 6 إلى 7 سنين. أحسبها كيف؟ عندنا 4 مهارات قلناها 4 skills، وأي skill عندها average نقول يعني متوسط بتاعها 10 استراتيجيات، خلاص؟ نقول 10، 10 × 4 40 مش كده؟ وأي استراتيجية عشان نستبدلها نقدر يعني نشتغل على كذا استراتيجية خاصة بمهارة معينة ونغير من الصفة السالبة أو المهارة السالبة إلى أننا نكتسب مهارة موجبة، عاوزين لنا من 3 إلى 6 شهور مش كده؟ لو قلنا 3 إلى 6 شهور دي 5 شهور متوسط مش كده؟ نضربها في 10 نضربها في 4 يها بتجي حوالي 5 أو 6 سنين بالشهور، يعني طبعا لما تقسم على 12 بتجي زي 5 أو 6 سنين دي. لكن في حاجة مهمة عشان الزول ما يقول لي يعني انت ما ممكن تكون الليلة جاي تتكلم تقول عنه احنا حنكتسب معدل ذكاء عاطفي ونرقيه بعد 6 سنين، منو الفاضي يعني مش كده؟ ما في كلام زي ده، الزمن يتجاوز الحاجة دي والسرعة وكلام زي ده. بقول إنه في عناصر تانية أو في يعني محركات نفسية موتيفز تانية لو توفرت عندك، اللي هي إنك تكون ترانسبيرنت يعني شفاف وتكون أنست أمين مع نفسك وتعرف إنه أنت فعلا إشكالك وين، يعني أنت بتبدأ بأكتر مشكلة عندك. بمعنى انه انا المره اللي فاتت اخذت مثال على مهاره اشتغلنا على صفه الخوف، لو تتذكروا الغضب صفه الغضب.
وضربت مثل بالطالب تذكروا بتاع الديستينشن ستودنت بتاع كلية العلوم قسم الفيزياء، وقلت بينه وبين أستاذه كانت في قصة لو تتذكروا الكلام ده معي، تذكروا قلنا إنه الطالب ده كان بياخد A distinction يعني A plus على الدفعة كلها، والأستاذ اللي هو ال T سميناه T والطالب سميناه S. T ده كان بيدي طالب S ده دائما درجة عالية، يقوم الطالب يمرض تحصل ظروف يعني في النهاية هو شاطر لأنه بيحضر المحاضرات وبيحل التمارين وبيذاكر كويس بيكون جاهز للامتحان، مش كده يعني الشطارة مكتسبة، ما في زول بيلدو مثلا، ما في زول عبقري يكون نايم السنة كلها معدل ذكاء مثلا الأكاديمي كده يقوم نهاية السنة يمتحن يجيب درجات، لا لازم يكون مجتهد يعني خلال السنة. فمرض وأهمل دخل الامتحان بتاع السنة بتاع المادة نفسها بتاعة الفيزيكس، الأستاذ ده هو مفتاح يعني إنجليزي ده F من A plus ل F. الطالب زي ما قلنا he took a knife and stabbed his teacher to death، شال سكين طويلة وطعن الأستاذ لحد ما قتله. التحليل النفسي اللي عمله دانيال جولمان البروفيسور هنا كانت حادثة كافية للمقارنة بين الذكاء العاطفي والذكاء الأكاديمي. قال إنه معدل الذكاء العاطفي الأكاديمي العالي لإس الطالب ده ما أسعفه في إنه يتعامل مع الحالة اللي حصلت له، لأنه كان عنده في نفس الوقت معدل ذكاء عاطفي متدني جدا جدا. ولو تذكروا المرة اللي فاتت قلنا إنه المعدل اللي بيحتاج لشغل منك لو عملنا الاختبارات بتاعت الذكاء العاطفي والمهارات الأربعة لقيناه من 25 ل من 20 ل 25 انت محتاج لزياده العمل لزياده زياده المجهود لزياده معدل الذكاء العاطفي بتاعك من 30 ل 35 او ل 40 قلنا انه يعني ده معدل ما بطال، لكن بتكون انت زي الزول اللي عملوا له تشيك للهيموجلوبين بتاعه لقوه 50 ل 58 يعني لو زي ما بقولوا دقسة واحدة كده بنزلة ولا بمرض ولا نقص الوجبات فترة يهبط لأقل من 50 يبقى في حتة خطرة. من 40 لحد 65 ده معدل مريح بتاع الذكاء العاطفي تمام؟ طيب دلوقتي يعني مثلا الناس اللي معاي عاوز اختار منهم اختيار عشوائي كده، اختار منهم متطوعين اشوف الاشجع كده ممكن براو قبل ما انا اختار، حقوم اديكم زي نص دقيقه كده يجيني زول طوالي على اساس انه حابدا معاه واحده من المهارات. قبليه حيكون في سؤالين وبعد ذاك نص دقيقه بدات الكاونت داون بتاعه بدا على فكره يعني 30 29 28 27 26 انت خمسة ممتاز والله، لكن بس ما لو نجدك علي لانه طبعا هو ماسك لك اللي تمام. طيب ممتاز اسمك منو؟ الحسين سليمان. العمر 26. بتدرس وين او درست؟ شنو خلصت؟ تمام مبروك. اشتغلت ولا لسه؟ ولا صابية؟ تمام. درست؟ درس؟ يا تمادة تمام. طيب حسين شنو الحاجة الموجبة؟ دائما أنا ببدأ بحب أبدأ بالجزء المليء من الكوب، يعني الإنسان هو شحنات سالبة وموجبة، لكن نبدأ بالموجبة عشان كلنا محتاجين للثقة مش كده؟ يعني ما نبدأ بالحاجة السالبة. يعني أنت الناس في البيت أخوانك مثلا والأسرة الصغيرة وناس المنطقة وكده، يعني لما يجي يتكلم عن الحسين أنت سامع كده بقول شنو يعني لفظ يعني صفة واحدة، يعني مثلا ممكن أقول عن علي إنه مثلا زول هادئ أو هكذا يبدو يعني لنا. ها
طيب انا ما مشيت البيت سالفه ساكن هو زول حالي. فانت بتقول عنك شنو؟ كلمه واحده سامعه. تمام جدا. يعني ذهنك متفتح بمعنى انك عندك صفه بتاعت مرن في مرونه. تمام. تاني بيقول شنو حاجه موجبه اللي انت سامعه مش اللي انت عارفه عن نفسك. طيب يعني شنو مسكين يعني ممكن يغشوه؟ اقول لك الطعادات طيب الغنمايه تاكل غداو. لا طيب بمعنى يعني ما شرس و طيب لين وهين بتاع جميل. اذا حسين ذهنه متفتح يعني مرن وفي طيبه حاصله. طيب ممتاز. الحاجه السابعه الهمه بيقولوها انت سامعها وانت ما موافق عليها شنو عنك؟ اي تمام. طيب اي انطوائي. طيب يلا انت عارف عن نفسك هل هي نفس الانطوائيه دي ولا عندك حاجه ثانيه سالبه انت عارف عن نفسك؟ طبعا هنا عشان اساعدك في الاجابه يقول لك في عندنا في الاثر النبوي في حديث انه يعني مش كده يعني جد لاخيك مش كده بضع وسبعين عذرا مش كده. يعني انت بتكون يعني ما طوالي تقوم تنتقد اخوك يعني المسلم وكده فجلده والاعذار. طيب يلا انت عارف عن نفسك شنو يعني حاجه مضايقاك ودار تتخلص منها؟ ايوه سلبيه لا مبالاه. تمام. ايوه ايوه وفي لحظتها ما بتحس بها لكن بعد ما تفقد ال ايوه. طيب اللامبالاه والانطوائيه. طيب بالنسبه للانطوائيه هل هي جايه من الحته بتاعت الطيبه والهدوء الشديد اللي انت ظاهر عليه في شخصيتك؟ يعني انت هادي والناس ما قادره تفسرك صح ولا انت فعلا عندك انطوائيه بتحب تحب تتكلم مع نفسك وتقعد مع نفسك اكثر؟ ايوه 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 تمام تمام. طيب حصل حصل يعني طلعت من نفسك كده وعينت لها ولقيت انهم يعني محقين في حتة انهم يصفوك بالانطوائيه وال فعلا فعلا كثير جدا بتجرب من نفسي وبطلع بعيله من منظور بعيد بلقى فعلا هم عندهم حق في الحاجه اللي هم متصورينها دي. يعني انا لو كنت فرد منهم كان ممكن برضه نفس الانطباع ده يكون عندي بس يعني شويه كده دار تدقيق. يعني اي واحد ثاني يكون عنده معايير معينه. يعني مثلا انا لو كنت بعيله نفسي بعيد ما بحكم او ما بصدر الحكم ده مباشره ما لما اجي اقعد مع نفسي شويه بعد ذلك اقدر اخذ الموقف المعين. فدي بتختلف من انسان للتاني. واحد ممكن يحكم مباشره من غير ما يحتك بيه قريب جدا يحكم بالشكل الظاهر. فدي الحاجه الاختلاف المكمل. طيب يا حسين انت في كحسين يعني كشخص انت عندك يعني محاذير او تحفظات لانك تتعامل مع شخص للمره الاولى؟ بمعنى انه هسي عندنا الاخوان الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة العشرة اللي قاعدين ديل لو اخترنا ثلاثة منهم أو اثنين للمرة الأولى إنك تشوفهم بعد ما نخلص من المحاضرة دي كم في المية احتمال إنك يعني تخش فيهم زي ما بقول شمال تتعرف عليهم ما تضيع الفرصة يعني دي؟ 30%. تمام ممتاز. إذا أنا أحييك أحيي النسبة اللي قلتها دي اللي هي نسبة واقعية وشجاعة. طيب لو قلت لك انه طيب انت 30% دي نعمل نفترض انها هي 100% انك عاوز بالنسبه بتاع 30% دي اكبر نسبه عندك ان عندك رغبه تتعرف عليهم. طيب شنو اللي بيمنعك من انك تبدا تتواصل معهم؟ هل هو خوف او سلبيه او قلق او عدم ثقه في نفسك؟ لا هو خوف. يعني انا بشوف انه ممكن الشخص اللي انا عايز اتكلم معه ده هو ما حابب الفكره دي فبخاف انه اهب الشيء من مشاعره او اخليه يتكلف انه يتكلم معي وكده هو ممكن تقول عليه خوف من حاجات معينه يعني. طيب بالمقابل
الأشخاص الثلاثة ديل إذا بعد ما انتهت المحاضرة بيطرح نفسك قاعد معهم بتشرب في شاي. هم أخذوا زمام المبادرة وبدوا يعني يتعرفوا بك. هل حتديهم فرصة إنهم يتعرفوا عليك ولا حيكون عندك نفس المشكلة؟ أكيد أكيد، طالما هو بادر فبالبنانة زي ما بقوله، هو زي جاء عليه ماشي أنا بهروي عليه هرولة، لكن أنا أبدأ دي شوية عندي فيها صعوبة. تمام. طيب لو قلت لك في تمرين ممكن تعمله بيكلفك زمن ورغبة صادقة ونية ومواصلة، اللي هو بيتكلم عن 3 شهور ل6 شهور، ممكن 3 شهور تكون قابلة للنقصان على فكرة، تبقى شهرين أو شهر بأنك تستبدل الصفة بتاعة الخوف من المبادرة في أنك تتعرف على الآخرين. عندك استعداد تتمرن على الحاجة دي؟ إذا زادت من 3 شهور دي ممكن الاستعداد بتاعي شوية يخف، لكن إذا مجزة منها 3 شهور أو أقل ممكن يكون عندي دافع. هو طبعا في معلومة مهمة لازم الناس يعرفوها، إنه بنقول في المثل طبعا إنه الطبع يغلب التطبع، مش كده؟ أنا عندي تحفظ على المقولة دي لكن هستخدمها عشان بس نوضح بها الموضوع. أنا طبعا مهنيا كده ما شايف إنه في حاجة اسمها طبع يغلب التطبع، لأنه الإنسان بيولد أمي مش كده في من بطن أمه، ما بيعرف أي حاجة ولا بيفهم أي حاجة، فهو بيختار يكون ياتو شخصية من البشر المبادرين الإيجابيين أو السلبيين، الانطوائيين أو المتهورين اللي بيتحامق وبيغضب سريع أو كده. دي كلها مكتسبة، كلها مكتسبات يعني. ما لذلك ده الفرق، ودي أهمية معدل الذكاء العاطفي. طيب أول حاجة مطلوب منك في الموضوع بتاع إنك يعني تكسر الحاجز بينك وبين الناس وتكون أنت المبادر في إنك تتعرف عليهم، أول حاجة لازم تخد في بالك حاجة، إنه عندنا قيمة يعني اللي هي أخلاقية دينية، إنه إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لي بتعلل يعني مش كده، اللام دي للتعليل. التعارف أصلا صمم لما أسسوه، صمم مفهوم التعارف للذين لا يتعارفون اصلا. في زول عنده اي اعتراض على عشان قبل ما اواصل، التعارف عملوه عشان الناس اللي ما بيعرفوا بعض يتعرفوا ببعض، تمام؟ وده معناه انه اذا جاك رقم بتاع تلفون انت ما عارفه في تلفونك، دفعت السماعه بدوافع كثيره، يعني بدافع ده الشمار زي ما بيقولوا ما قدرت تقاومه الرغبة، أو بدافع الفضول، أو بدافع إنك طيب أول ما رفعت السماعة وقال لك منو معاي، ما أظن في واحد في القاعدين أو في السامعين يقول اسمه الطوالي. طوالي أنت بتقول تاني، في زول حقوله 2 3 4، ما تجاملوا يا جماعة، أنا بشيل تلفوناتكم وبعمل تشيك يعني بأرقام ما عارفينها أنتم. كويس ممتاز، لأنه معظم الشعب السوداني يعني بيفترض خصوصية وقدسية غير مستحقة كده على موضوع الرقم بتاع التلفون ده، يعني ده تلفوني وأنا أنت ضربت لي وأنت منو مش كده؟ أنت منو؟ أنت تقول اسمه، يعني هو البني آدم ده ضرب ليك بالخطأ، أنت مفروض تنتهز الفرصة عشان تكون يعني لتعارفه تحققه، ما صدفة جاتك يعني، لكن انت منو؟ انا ما فاضي لك وانتوا ناس ما عندكم موضوع وفاضين وكده، ممكن نصل لابعد من كده مش كده؟ اقطع وشك ولا شنو يعني؟ في كلام زي ده يعني كثير بيكون قابلنا، يعني انت بتكون اتصدمت اول شيء، بتكون عملت للزول اللي اتصل عليك ده نفسيات ما عندها معنى، ليه العنف والقسوة دي؟ اتذكر لتعارفه دي، وسواء كان المتحدث يعني زيك يعني رجل او كانت امرأة ما في مشكلة، لتعارفوا دي للاثنين على فكرة، ما بالضرورة يعني التعارف هو اساس اي حاجة مش كده، بين رجل ورجل هو اساس الصداقة، بين رجل
امراه او بنت ولد هو اساس الصداقه اللي ممكن تتطور الى اي حاجه. لكن لو ما بقت في القاعده الاولى دي ما it will never happen، ما بتحصل. طيب يكون عندك زي ما قلنا المقدره الرغبه في انك يعني تبادر. طيب ابتداء من الليله او من بكره المطلوب شنو؟ انه ما شرط تتعامل الليله مع الشباب ديل عشان الموضوع يبقى مكشوف كده، انت شوف لك ناس غيرهم مثلا بكره تقوم يعني هو الموضوع بتاع انك داير تشرب جبن او كده عادي بيجي زول يطلبها منك. انت بيكون في الحاجه المعضله الاولى انه كيف تبدا يعني تعمل تريجرينج للعلاقه، يعني كيف تبدا تشعل النار دي الحته اللي بتغلب الناس مش كده؟ لكن ما صعبه يعني لو قعدت وهو طلب حاجه انت طلبت حاجتك بطريقه معينه، هو طلب حاجه اثناء ما قدموها له ما قدرت تعمل حاجه جابوها خدتوها، بعد شويه طلع الموبايل بتاعه بدا يواصل في الوقت طوال، انت ممكن تسال الشبكه عندك كيف لو سمحت، يعني انا الشبكه عندي ما كويسه وكده، شغال بزين شغال بسوداني شغال مش عارف بام تي ان، خلاص اتفتح الباب يعني هو حيبدا يرد عليك بعدك يعني الكلام بي 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 بي. المهم انك تكسر القاعده وبعدك يعني في حاجه مهمه طبعا، يعني انت ما ممكن تطلب الطلب ده وانت زي ما بيقولوا جبهتك زي ما بيقولوا 111 يعني صار وشك ولهجتك ونبرتك يعني عنيفه وكده، لازم عندنا الاثر النبوي مش كده، تبسمك في وجه اخيك صدقه مش كده، يعني الابتسامه. وقلت الكلام ده المره اللي فاتت واحده من الحاجات اللي علمناها من الشباب في المتاريس انه الابتسامه دي قسيسه وبتمنعك من انك يعني تديك ميزه بتاعت انك تمشي من غير تفتيش، لانه ابتسامتها هو باب للقلب مش كده، يستحيل تكون مجرم وانت جاي خاش شايل لك مصيبه زمان وبتبتسم مش كده، دائما الزول اللي بيكون داير يعمل له مصيبه بيكون خايف ومدنقر بيتحاشى الاي تو اي كونتاكت زي ما قلنا التواصل البصري، واللي دي واحده من النعم الرهيبه ربنا ادانا ليها، وللاسف يعني ما شغالين بها كويس نحن في السودان، لكن ان شاء الله ان شاء الله نكون بدينا تنوير وكده في الموضوع ده، واي زول من الناس اللي تفضلوا حضروا المحاضره فاتت المحاضره دي يعني الموضوع يقع عليهم ويبدوا يشتغلوا فيه فعلا. طيب يعني قابلت الزول بابتسامه اي تفضل عندك سؤال المبادره بالمعرفه اذا عملوا احصائيه للابتسام ده مثلا بلقوني انا انجزته 5% بالنسبة للمبادرة بالمعرفة. الآن دي كراسة معاي بوست كامل كلها أرقام وأسماء وإيميلات بتاعت شباب اتعرفت معهم هنا، يعني دائما بنبادر بالمعرفة. حتى دكتور ده أنا الليلة يعني عجبني المحاضرة بتاعه بنتلالي بهجة زي ما قالوا دكتور عنده سؤال كده 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 حاجة أطرحه لك تديني تواري نقول لك إيميلك يا دكتور عشان نقدر نتواصل ونستفيد منك، أو داير نبص وقي في منطقتي في دارفور أو دايرك تساعدني ببعض الأفكار. دائما يعني أنا بنساري بالمبادرة واكتسبت شباب كثير جدا جدا واكتسبت أصدقاء وصديقات وبنشكر تجمع الباحثين السودانيين يعني بس لنا وقي كبير فيه وقلنا واكتسبنا أساتذة وشباب وشابات والإتسام أدانا الكثير، يعني أدانا وقي أدانا الإنسانية أدانا الأخلاق أدانا الاحترام أدانا الابتسامة. كان واحد لو ماشي في الشارع زعلان خدبان لكن لا حسي 24 ساعة بكون مبتسم، لو جا خاشي الترس بالذات يعني بيضحك أو براو بقول أرفع يدك فوق والتفتيش بالذوق. وأنا بتمنى إنه السودان الجاي يكون بنفس الأخلاقيات يكون بنفس المستوى، ودي السودان اللي نحن بنحلم به. وشوفنا الفيديو اللي كان أردوها هنا إنه مستقبل السودان قدام 20 سنة أو 19 سنة، فنحن مستعدين يدا على يد. وقبل كان في سؤال ما شاركت في واحد قال إنه المرأة السودانية ما بتمثل الثورة، فأنا بقول دي خادي. المرأة السودانية عندها تاريخ قديم بالثورة وحاليا هنا قاعد تقيف قدام الرصاص قاعد تموت قاعد تقيف قدامنا نرجوها ما بتقبل،
فأنا أول هطاف أنا جيت من دارفور عندي حوالي شهر وهاجة أو كم 40 يوم. أهلي الآن ما بعرفوا تجاهي هل الزول عايش ولا ميت، لكن دقيت لهم الليلة وعرفوا مكاني وطمنتوا تمام. السبب كان إنه ما في وعي سياسي هناك، لو وريتهم كان ما بخلوني إنه نجي هنا. فبعد ما جيت نميت عقلي والوعي ده قلبيني أكتر، قدرت إنه نوعي جزء منهم بالموبايل والجزء قلت لهم خليكم قاعدين لا من أجل وأشتت أفكاركم. يوم 10 أبريل رفعت هطاف اللي هي مكتوبة نطالب بحقوق المرأة وسوني كرامتها. ده كان السبب إنه في بيت اسمه علاء صالح، كنت باسمه أنا مونتي كارلو، رادي بتاع مونتي كارلو البي بي سي كتير. فالبيت بعد ما صورت الصورة في خلال ساعة انتشرت في العالم كله، فاستضافوها في مونتي كارلو وعرفت بنفسها وكده، فأوجبت وانبهرت بجد بالبيت إنه رفعت رأس المرأة السودانية إن لها مكانة في السودان وخيمة، يعني أعجبت بالكلام ده تمام. فحاولت ذاتي، كان بتابعكم بالفضائيات بصراحة، يعني الاتسام ده أنا هفزته بالتلفزيون والسوشيال ميديا فقط، يعني أنا الأول مرة أجي الخرطوم، لكن الآن بمش لبري براي، بمش بحري براي، وتجودت وعرفت وأي حاجة. الاتسام بقى لي زي أسرة تماما. 13 أبريل رفعت هطاف نطالب بدخول المرأة أماكن صنع القرار اللي هي أماكن الأجهزة الحساسة مثل البرلمان والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، فنطالب نحن بشدة عشان المرأة تكون جزء من الثورة وجزء من الحكومة، ويدا على يد حنبنيه روعتنا وحدتنا في قوتنا في وحدتنا وروعتنا في تنوعنا. وشكرا جزيلا. الاسم منه؟ أيمن أبو بكر. بالمناسبة أنا المرحلة التعليمية قريت شهادة أساس فقط، ما قريت ثانوي نهائيا أساس لسبب بتاع الظروف، عندي أخوان 5 فأكلت حمم، يعني بقيت نتارد الحياة عشان إنهم يتألموا، ولكن وسائل بتاعة المعرفة كتير، أنا بجد ببادر بالمعرفة. الآن الأقلية اللي أنا بتكلم به شلته بالمعرفة، يعني بس قالوا تجارب بالواقع، وسائل المعرفة الكثيرة، السوشيال ميديا والإذاعات العالمية البي بي سي ومونتي كارلو، لكن الإذاعات السودانية دائما كنت بكره كره شديد. كيف؟ لأنها موجهة كانت في معيد نجا وثاني رغم ذلك بوكتاك ما بعرف سياسة، لكن مش الأنصرية ذاتي، دائما بتلقى أغاني وتراثات أشياء ما مفهومة. فمونتي كارلو والبي بي سي الميزة فيه شنو؟ إنه عنده برامج متنوعة، حتى مجالك اللي انت دايره هتلقاه عنده، الديجيتال عنده، في برنامج اسمه اكسترا، في مبادرات، حتى أنا المبادرات اكتسبته من الإذاعة. وش الإنجاز اللي حسي أنا بفرح به وبفرح به طول عمري، وممكن يكون رواية المستقبل لو بقيت عندي أبناء، إنه أنا كان بسمع لإنسانة صوتا في الإذاعة، جيت القيادة العامة هنا لقيت إنسان أجنبي في الشارع، فسألت قلت له يا أخي بتتكلم عربي؟ قال لي أنا لبناني. فقلت له بعرف ناس في بيروت كثير لكن بعرفهم صوتا ما وعندي لهم صور في الموبايل. قال لي أذكرهم لي. قلت له بعرفهم شغالين في البي بي سي. قال لي أنا زاد اشتغلت في البي بي سي. تمام. ذكرت لي الأسماء، قلت له بسمة كراشة وكريمة كواه ومحمد مطر وغيره وإلى الآخر وهو. ففي الذكور ذكرت اسم زوجته، وزوجته شغالة في البي بي سي. الزول انصدم، جراني طرف، مشينا في قهوة وقعد. قال لي سبحان الله، سألني من اسمي وتعرفنا، طلع الواتساب اللي هي زوجته اندلو صورة في موبايلي. طبعا الحمد لله انه لبناني، طبعا اللبنانيين ناس مرنين وابن مادي، لو كان سوداني طبعا الموضوع كان صعب. فطلع الواتساب واتصلت وتكلمت معاها، وتاني البنت اللي اسمها علاء صلاح، اول يوم جيت القياده سالت عن البنت ما لقيتها نهائيا. فيوم المهم في الشهر ده ذاته متجول ماشي في الشارع، لقيت واحده كاتب
في هطاف 30 سنة كانت بالنسبة لكم كيف؟ هل هي صعبة؟ فأنا جيت قلت قام لي شعر أبيض، والمحاولة الثانية حاولت دخول البحر اختراق لإيطاليا عشان نغير الحياة إلى الأفضل. كتبت الكلام، في بيت واقفة وراي، أديت القلم لكن ما مشيت حارس أشوف تعليقه شنو. كتبت اسمها آلاء صالح، نظرت على اللافتة، اللافتة كان جنبنا، فطوالي سألت قلت له أنت آلاء صالح صاحبة الصورة الفوق في اللافتة؟ فقال لي أيوة نعم. قلت سبحان الله كنت مطابقك في مونتي كارلو. قال لي صحيح. برنامجي المفضل هو الأيام. قال لي أنا ذاتي كذلك برنامجي المفضل هو الأيام. وقلت شفتك في الجزيرة، طبعا اتكلمت عن العالم السودان القديم وكنت ما بعرفه ذاتي، اليوم ذاك عرفته الشخصية ما حبسته تمام. فدي كانت المفاجأة انه اتعرفنا واداني رقم التواصل وايميل وكده، والآن بقينا أصدقاء يعني متواصلين تمام. عندي لك سؤال، يعني انت رغبتك الاولى، انت خلصت المرحله ولا لسه بتاعت الاساس؟ خلصت مرحله الاساس، عملت 212، والان يعني قبل ما اجي الثانوي فانا مشيت لمناطق بتاعت التعدين اللي هي الشماليه، لكن دي كانت تحدي حياتي بالنسبه لي، يعني كانت حياه صعبه شديد في الشماليه. الملاحظه اللي انا لاحظته في الشماليه يعني بالنسبة للإنسانية ما في أي إنسانية، الحكومة كانت بتحاربنا بالصحة، يعني المياه اللي كانت بتجينا هناك مباشر من البحر، المياه وسخانة شديد جدا جدا، في شرابك له ممكن تصاب بجرثومة بتاعت مايدة أو بكتيريا بتاعت مايدة، وثانيا الأكل ذاتي كلها كعبة، والبيئة فيه المادة بتاعت الزيبق والمادة بتاعت السيانيد، المادة مدرة شديد. عندنا كثير من الشباب يعني حصلت لهم رجفة في الجسم ومشاكل في الأعصاب بسبب السيانيد والزيبق. فأنا عملت في الشمالية حوالي 9 شهور. 9 شهور كان أخواني ذاتي حصلوني 3، بقينا 3 نفر. فأنا قلت لهم ما ممكن نحن 3 نكون في أقصى حد في الصحراء في الهدوء، والمكان ده خطر، قبل كده في ناس ماتوا وحاليا ذاتي بتقطع علينا مويه وعطش وكده، ما ممكن. جزء مننا يرجع وجزء مننا يقعد، اخواني هم توأم صغار مني. الجانب الموجب في موضوع الذهب ده ان شاء الله توفقته؟ والله هم يعني كانوا محظوظين، هم اترزقوا والان رجعتهم البلد. واحد رفض، قال لي انا حاولت انه ارجعهم وانا اقعد، قلت لهم انتوا تمشوا تقروا وانا بشتغل تقروا. أخوي الثاني قال لي لا أنا ما بمش إلا أنت ترجع. فمن الشمالية جينا سويا، كنت بتابع الثورة في الشمالية بالشاشات. بعد ما جيت أنا كان أصلا ما جاي ماشي البلد، جاي للثورة لكن هم ما عارفين. فقلت لهم أراكم البلد. بعد ما جيت قلت لهم عندي صديقي في الغرطوم، ولأول مرة أنا الغرطوم جيت لي بالليل بس ومريت ما شفته زاد. قلت لهم عندي صديقي في الغرطوم، في كورس داري نتواصل فيه. بعد ما جينا الشعب مدرمان دقيت تلفون وهمي وقلت لهم انتوا امشوا خلوني هنا. وكداك بالنسبة للزرفي المادي ما شلت منهم اي جنة، حتى تلفوني زاد غليته معهم لأساس انه يكون ما في شك. معاي واحد ماشي لأمه، كنا نفرين، فداك انا ما قلت له ما عندي قروش، هو زاد بالمناسبه ما عنده قروش تمام. قام ماشي لامه، دق له تليفون بتليفون زول، وامه فتشنا كده ما لقيناه، حاول انه بمش. قمت دخلت له قلت له الحصه وطن، قدرت نكتسب اقليته خل ماشي بتاع امه. جينا القياده سويا برجلينا من شعب مدرمان، جينا برجلينا هنا، فكنا بنسأل بس وين القيادة وين القيادة وين القيادة، لحد ما تحصلنا هنا ورحبوا بينا والإنسانية واستلموا شنتنا. عملت 3 يوم في الترس، ما في زول شال لنا حاجة، لامن عرفنا المكان وبعد جينا استلمنا شنتنا تمام. الرغبة اللي عندك يعني إن شاء الله إنك جبت مجموع كبير وكده، إنك بعد ما تتعدي المرحلة الثانوية
من زمان عايز تدرس شنو وليه؟ من فترة الأساس دائما بنهب مجال بتاع العلاقات الدولية اللي هي الدبلوماسية أو المجال السياسي عموما، يعني بنهب العلاقات الدولية حتى في الإنترنت، بنهب النشاط المتحرك على الإنترنت والبحوث أكثر. يعني دائما أنا بنحاول نستفيد من السوشيال ميديا والجوجل بحد ذاته، ما قاعد نبادر بالونسة وبالفوضى وبالكذب في السوشيال ميديا، دائما بنستفيد من كتبة ومن أدباء ومن مهندسين ودكاترة وأساتذة في السوشيال ميديا. يعني بنشوف السيرة الذاتية بتاعة الصديق، إن كان هو كادر دعنا بنستفيد منه، أما إنسان شماش ساي وحمي لا ما بنشتغل به. حتى التعليقات يعني بنعلق على شيء له معنى، يعني ما بنكتب تعليق ساكت. تمام. طيب أنا يعني لو تلاحظوا المداخلة بتاعته طبعا التفاعل معاها كان واضح وكده، أنا أتمنى إنه يواصل يكون قاعد معانا هنا للنهاية، لكن فيما يتعلق بموضوع إنه داير يدرس شنو علاقات الدولية والدبلوماسية، تعرف أنا معاك في لحد العلاقات الدولية والدبلوماسية، موضوع السياسة ده كده خليه، لأنه إحنا يعني بيطلع الزور من الإطار، ونحن من أفشل أمم الأرض يعني في السياسة، أثبتنا الموضوع ده عبر 65 سنة. لكن في مشروع بروجكت أنا يعني في بعض الشباب هنا عندهم رغبة، شباب قاعدين هنا في المبادرة في إنهم يطوروا من اللغة الإنجليزية بتاعتهم. عندنا مشروع بتاع ما بعد العيد إن شاء الله، فإذا ما كان عندك مانع أنا يعني أقوم أعلن التبني بتاعي ليك مع الشباب دي على أساس تتطور في موضوع اللغة، لأنه مهم جدا في موضوع العلاقات الدولية. وأنا شايف إنه الشاب الأخ الكريم ده طبعا يعني إحنا كنا بنتكلم في الأول عن موضوع كيف نشتغل ونتمرن في موضوع الذكاء العاطفي، أنا من خلال سرده للحياة طبعا الحياة كلها في رأسي، أي حاجة بقولها بتنزل في حتتها. يعني الزول ده اكتسب طور من مهاراته بتاعت الذكاء العاطفي واشتغل على الاستراتيجيات بتلقائية وبرغبة وبصدق، ووصل لمرحلة من الوعي الآن. يعني لولا إنه قال قدامنا إنه، ودي مسألة يعني فيها من الوعي والشجاعة والشفافية ما لا يمكن أن تجده بسهولة، لولا إنه قال إنه هو مرحلة أساس لكان كلنا افتكرنا إنه خلص الجامعة، مش كده؟ فإن شاء الله ربنا يحفظ، ويعني ما دمت جيد وعندك كراسة كاملة فيها إيميلات، طبعا الموضوع بتاع العولمة ده انت فايت فيه ناس كتار، يعني هسه يعني بتشيل الإيميل مش بس الرقم بتاع الواسطة، دي حتة مهمة وفيها إضافة على فكرة، لأنه كل الناس بيهتموا بأنه ياخد الرقم بتاع النايل والواسطة وخلاص، مع أنه الإيميل يعني أنا كان عندي تجربة عمل، يعني لقيت واحد أثناء آخر فترة الجامعة جاء من أبردين سكوتلندا، جاء في بيجيبوه كان بيجيبوه من نازل من مجموعة اللي هو الـ SVP سودان فولنتير بروجرام، يعني مشروع المتطوعين السوداني، بيجيبوا سياح بيخدوهم هنا من مختلف أنحاء أوروبا، بيقوموا يشوفوا الزول عندهم داتا بيز، شوفوا الزول مجاله شو، الزول ده طلع عنده ماستر في الإنجليش ميثودولوجي، يعني طرق تدريس اللغة الإنجليزية من جامعة اسمها أبردين في سكوتلاند. قال لي أنا من أبردين، قمت قلت له تسوق كويس، اسمه إيان ماكولي، راجل كبير كان ذات تايم 2005 كان عمره كم، 50 سنة. قلت له قال لي بالمناسبة أنا من نفس المدينة بتاعت جوردون باشا. قلت له بالله، قلت له تعرف الزول ده حصل ليش هنا في السودان المهدية؟ قال لي هي يعني he has been decapitated، الزول ده قطعوا راسه. قمت سألت سؤال طوالي ما خليته، قلت له تفتكر اللي يعملوا له كده؟ قام جاوبني جابه دبلوماسية، قال لي هقول لكم واقوم ترجمه، قال لي he must have deserved what he got، يعني يبدو انه استحق الشيء اللي حصل له. فكانت اجابه منه يعني لطيفه وخرج طلع من الحته الحريه، وعنه الزول اكتشفت انه جامعه ابردين عامله تمثال لجوردون باشا. قلت له الزول القطع انا رقبته هنا عمل له تمثال انت هناك، يعني بالنسبه لهم بطل قومي وكده. قلت له حياته الزول بيقطع راسه طبعا، يعني بيكون عامل مصيبة كبيرة. يعني فالشاهد في الموضوع
الزول ده يعني إيان ده طبعا قاعد عمل تفاعل مع المجتمع السوداني في مدني، درس الناس كيفية تدريس اللغة الإنجليزية. يعني أنا حقيقة استفدت منه قبل ما ألاقيه، كنت فاكر روحي ممتاز جدا في اللغة الإنجليزية، وراني طبعا مهارات وحاجات يعني قعدت تحته كده، لأنه الزول ده جاي من الجامعة عنده ماجستير من جامعة ممتازة زي دي، جاء بفرصة عرفني بواحد بمحض الصدفة، تاني ما بيتكرر يعني، فكرت في الموضوع كده فاستفدت منه جدا. حتى قبل ما يمشي انا وديته حفله، شوف الزول ده يعني المهارات بتاعت الذكاء العاطفي بتاعته، اسمه ايان ماكولي، حتى الايميل بتاعه يعني ian@hotmail.com، قال لي ده الايميل بتاعي. انا ذكرته ليه؟ لانه كان كل يومين ثلاثه بيمشي بيعمل ايميل، بيقعد بيكتب ساعه لزوجته، انا اسبوعي كان فيه كده وعملت كده وسويت، وبيكتبوا طبعا بسرعه رهيبه يعني، ضمن المهارات اللي اكتسبتها كيف الزول يعني استخدم الكيبورد ويكتب جواب بسرعه، يعني صفحتين ثلاثه في زمن بتاع ربع ساعه، عندهم طبعا ما شاء الله مفطومين بالكيبورد ده هم يعني. فعرفت قيمه الايميل من الزول ده، انه الايميل المفروض يكون هو حاجه مرجع، الحاجه الاساسيه انها بتخليك اول حاجه مضمونه فيها البرايفسي. الواتساب طبعا ما في برايفسي، اي زول ممكن يعاين للاسم بتاع الزول او كده، أو يفتح يقوم يلقط الرقم يسرقه يتواصل مع الزول، لكن هنا انت لو ما يعني باسورد مش كده، فيه الحته بتاعت الخصوصيه، وفيه الحته بتاعت انه يعني انك يعني طبعا الواتس بيجا هسه فيه الاتاشمنت يعني بتاع الفايلز وكده، لكن الفيسبوك فيه الحته دي اساسيه، اقصد الايميل، وبديك راحه انك تسرد كل حاجاتك، يمكن الواتس محدود شويه وكده، فدي حاجة برضها يعني يمكن اكتسبها الشاب ده، وأنا ما عارف إن شاء الله تكون يعني، وأتمنى يعني من هنا ولا قدام، لكن شكلك بتكون عملتها يعني أنت وصلت له واكتسبته ده، لأنه إحنا يعني الناس اللي شغالين صابينها وموظفين في الحتة بتاعت المتاريس وقايمين بأعمال جليلة في الفترة الصعبة اللي فاتت دي، في ناس معاهم بيكونوا في نفس الترس بيكونوا أقل يعني، فاقدين كمية من الحاجات دي، المفروض يكونوا مسؤولية الناس اللي وصلوا لمرحلة من الوعي وقدروا يطوروا مهاراتهم بتاعت الذكاء العاطفي عشان يفيدوا بعض، لأنه المعرفة المجتمعية دي هي أصلاً بتسري بسريان العدوى، يعني بيقولوا باي انفكشن، يعني أنت بتشوف الحاجة عند زميلك أو الزول جنبك، من في صفات كده بشرية أو غرائز اللي هي بتاعت الغيرة، الإنسان يحس بالغيرة من الزول لما يشوف الزول عنده حاجه كويسه، وفي حسد محمود مش كده، انه انا اتمنى انه اكون زي الزول ده، يعني انا حاسدك في الحته دي، لكن مش عاوز تزول يعني النعمه بتاعتك، لا عاوز اكون زيك. لذلك هنا تجي الحته اللي ذكرناها مع معاك يا حسين، انه كيف انك تطور الحاجه دي في 3 شهور الى اقل، يعني مثلا يعني هسه دلوقتي ايمن وحسين، انا بفترض كده يعني اول مره تتلاقوا ما حصل اتقابلتوا، انت عندك الاشكال اللي احنا تكلمنا عنه، ايمن طبعا شكله لو انت ما بادرت هو حيقوم يبادر وحيقوم يعني يحتويك زي ما بيقولوا ويجازفك كامل ما حيخليك، لكن تبدا معاه انت الحاجه دي، حتطلعوا الاثنين بانكم حتكونوا عملتوا براكتس تمرين للحته بتاعه كيف تبادر، وهو ظهر للناس كيف انه هو يعني إيجابي، وكيف إنه كسر الحواجز رغم يعني سنه الشابة، والأسئلة الواضح إنه حصل له تفاعل من الكلام اللي قلناه من جزء من المحاضرة الحالية دي، ويعني اتواصل خدت في رأسه إنه داير فرصة، رفع يده جاء اتكلم وحكى التجارب بتاعته، جاوب على الأسئلة وورانا يعني جزء من الضمير والنفس البشرية، كيف ممكن في فترة وجيزة الزول من أول زيارة له في الخرطوم يكسر كل الحواجز دي. إخواننا نحن حق نحيي الحراك اللي أدى إلى الثورة السودانية المباركة الشريفة الظافرة القوية اللي خلت شباب زي ديل يعني اكتسبوا مهارات زي دي، و تتسكن أرواحهم بمعاني كبيرة زي دي، ونحمد ربنا إننا سودانيين جينا ننتمي لهذا البلد،
شايلين همه. ويعني الحكاية اللي حكاها الأخ ده لو يعني اتيحت لنا فرصة ترجمت ومشت لواحدة من القنوات، انت عارف دي حتكون قصة يعني رهيبة يحتفى بها وتكون مثال يعني يحتذى للشباب في كيف انهم يطوروا من انفسهم. لكن يعني انا عاوز الشباب يحيوا ايمن تاني لانه بيستاهل التحية دي، وعاوزه ما يقيف. النصيحة اللي بقولها لك يعني ان شاء الله انت هتعمل بيها انك ما تقيف عن كده، لو انت حاسس انك اتطورت واكتسبت في الفترة دي بمجهودات منك بعلاقتك السابقة بالإذاعات، وهنا انت طورت دي واحدة من المهارات على فكرة بتاعت الاستراتيجيات اللي بتكسبك مهارة بتطور معدل الذكاء العاطفي بتاعك اللي هي الاستماع الجيد. احنا ربنا يا شباب ادانا اذنين وفم واحد ولسان واحد عشان المهارة بتاعت الاستماع تكون غالبة وأساسية على مهارة الكلام. يعني انت ما حتكون متحدث جيد اذا ما كنت مستمع جيد قبل وأثناء اكتساب المهارة بتاعت الحديث وما بعدها. يعني الخواجات بوصف الزول بيقولوا الإنسان ده توكاتيف أو ماوثي، يعني بيعبروا عنها بالآيكون دين الزول بيطربك بس يعني من غير ما يستمع. يعني أسا أنا بعد ما قبل ما يجي أيمن ويتكلم يعني كنت قايله بس عاوز يجي يعني يقول سؤال وإجابة، لكن كان في ضميره في كمية من الحال لولا إني استمعت وإنت استمعت معاي بصورة جيدة له لما عرفنا الحاصل شنو، مش كده؟ ولا تمكننا إننا نرد عليه. فدي مهارة هو طورها بطريقة مدهشة وهي اللي وصلته بمجهودات فردية للمكتسبات. وأنا كنت يعني مصر إنه يخلص وأديته فرصة كاملة ليه، لأنه يعني ده اختصر لي مجهود كبير من المحاضرة إنه أنا كنت داير أقوله. وده دليل مادي يمشي على الأرض إنه الذكاء العاطفي ما عنده علاقة بالذكاء الأكاديمي. وفي خلال 6 أسابيع أو 8 أسابيع أيمن اكتسب مهارات. نحن بادين الليلة عشان نوري الناس كيفية اكتسابها. طبعا باقي الشباب دي أيمن بيستاهل وإنت ذاتك تستاهل إننا نواصل في الاتجاه ده. أيوة تفضل. قلت في طالب خايت وأنا جيت متأخر، قلت في طالب وصل للذكاء الأكاديمي ولا العاطفي ما عارف، وطبعا معلم نوع من الإهبال يعني. لا الإهبال. فأنا كنت في مناطق التعدين بعد ما دخلت فيني الوعي شوية، فحاولت إنه نوعي الناس. يعني دائما بنبادر أنا ذاتي بنقوم بالمبادرة، حتى هنا في مبادرة بتاع مسجل في الدفتر نحن لهم الغيرية بتاعت الأطفال في دارفور. عندنا أطفال برضو ماشين على الشوارع وكده، فقمت شلت المبادرة وشلت الأرقام وكده على أساس إنه لو رجعت للبلد تقوم بنفس المبادرة ويكون مبسوسة على السوشيال ميديا، وناس المنظمة ذاتي هم يشوفوا الفيديو. لكن ما أمل نقوم بفردي، لازم نلقى لي جماعة من الناس عشان يساعدوني في بعض الأفكار في بعض الحاجات، ونقوم بمبادرة بتاع التوعية جديدة. أنا منتظر بس إنه الحكومة المدنية بعد ما هنستلمها من هنا مباشر والرحيل إلى البلاد ونقوم بمبادرة توعية داخل البلاد، لأنه بلادنا في دارفور محتاجة لتوعية كبيرة جدا جدا. ما الناس ما عارفة معنى السياسة، ما عارفة حقوقهم تجاه الدولة شنو. إنسان شافوك 3 المظاهرات ممكن يقولوا ليك أنت بتاع فوضى وأنت استحبال وكذا وكذا، فعايز أعمل الكلام ده. ترى أقوم بمبادرات بس وي داخل البلاد. تمام. طبعا ده كلام طيب جدا، و دي الروح المفروض تكون عند الزول. مجرد ما يحس بأنه يعني اكتسب مهارات وتطور واكتسب خبرات، يجب أنه يحس بمجتمعه الأقرب والحوالينه ومسؤوليته تجاه المجتمع. ودي مسألة، دي مهارة برضو إضافية للموضوع الذكاء العاطفي اللي بنتكلم عنه. وكونه أيمن يكون حاسب أنه محتاج لناس يشتغلوا معاه، ده معناها مفروض يحصل يعني اختيار وانتخاب لعناصر
عندها القابلية، لأنه طبعا الأصابع اليد الواحدة ما زي بعض، أنت ما حتختار الموضوع ده بعاطفة ولا بتختاره عشوائيا، بتختاره بعد ده بناء على درجة الوعي اللي نمت عندك بأنه منو اللي بيقوم بالمهمة دي، بقى دي مهمتك وممكن نساعدك فيها إذا حبيت. لأنه فعلا أهلنا في دارفور يستاهلوا الكلام ده طبعا، يعني هم من أكثر الولايات والأقاليم اللي قاست من الأيديولوجي ومن الحروب وما حصل فيها. طبعا زي ما إحنا عارفين تشهد عليه المحكمة الجنائية الدولية، وقاعدين راجين طبعا الموضوع يستوي عشان تحصل المحاسبات والمحاكمات، لأنه طبعا الإحصاءات الموجودة في أثناء الحرب الأهلية في دارفور من 2003 لحد ما اعترف الطاغية المخلوع بال10,000، مش كده يعني، قالوا له أنت 100,000، قال لا 10,000 بس، فدي يعني 10 منهم بس بيسقطوا الحجر مش 10,000، يعني حيسقط حجره 10,000 مرة في المحكمة الجنائية لما يمشي يتحاكم، لأنه دي أرواح بتاعت ناس، دي دماء بتاعت ناس، ده ظلم متراكم، وهو كان على رأس السلطة في البلاد. لذلك الحمد لله أنه الآن نحن في مرحلة بتاعت أنه ما بعد قاب قوسين، يعني أودنا إن شاء الله ربنا يعني طلعنا من عنق الزجاجة بتاع المفاوضات وكده، والدولة المدنية تقوم زي ما نحن عاوزين وما أقل من كده، وبعد ذاك تبدأ دولة الدستور والقانون والمؤسسات تفرض نفسها، وبعد ذاك كل زول شيء يأخذ مصيبه، كل زول يتحاسب، ما في كبير على القانون. ودي واحدة من المشاكل اللي كنا بنعاني منها في الفترة الفاتت. شكرا جزيلا يا أيمن لمشاركتك ول جدا أي. أنا بس لو سمحت لي عاوز أواصل مع حسين. قلنا يعني إنه في مهارة اللي هي بتاعت إنك تغير من الحتة بتاعت الخوف من المبادرة مع الناس، تمام؟ فأنت بتختار لك ناس عشوائيا وما عشوائيا زي ما قلنا، بمعنى إنه يعني بتستخدم التواصل البصري الاي تو اي كونتاكت، يعني انت لو في عينت هسه للناس اللي قاعدين ديل، في اثنين منهم او ثلاثه ممكن تعاين لهم مره اولى او ثانيه وثالثه، النظره الاولى انت تكون تحس بانه هم انت مقبول بالنسبه لهم وهم مقبولين وما عندهم مشكله في انه يعني يتواصلوا معك. دي قاعده الانطباع الاول، الفيرست امبريشن، دي مهمه جدا. هو طوالي بتقوم بتمشي وتبدا يعني السلام مع الابتسامه، ما في زول بيرفض انه يسلم على زول. السودانيين طبعا يعني عندهم الحته الايجابيه بتاعت انه بيسلموا على بعض، يعني ما شرط المعرفه، لكن يعني بالذات في اجواء زي دي، يعني لو كنا في اجواء غير كده ما قبل الاعتصام ما قبل الثوره، يعني مثلا منو فينا يعني مثلا داير يسال من شارع ولقى له زول توسم فيه انه مثلا عنده معرفه ومعلومات، يعني مثلا انا جيت انت جيتك واقف وحسيت بك والبلد وعارف ان انا جديد، يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. تسلم الله يعزك. ان شاء الله بخير، كيف الاحوال، كيف انت؟ تمام نعم الحال والله. انا جديد في البلد دي وعاوز اسال من شارع، ممكن تتفضل توريني؟ جدا جدا ما عندك مشكله حبابا. طيب الشارع الفلاني وصفه كيف؟ تمام شارع البلديه قصدك؟ مثلا تمام شارع البلديه، وانت ماشي دغري بطريقك ده بيلاقيك عمود بتاع اريال بتاع شبكه الزين، وانت ماشي تاخذ يمينك تلقى تقاطعين، تقاطع الشمال ده شارع البلديه بدايته، اذا انت ماشي لنهايته ممكن تطلع شارع للنهايه، اذا انت عاوز شارع فرع منه بعد ذلك لازم تحدد انت عاوز شنو بالضبط، لكن شارع البلديه وانت ماشي دغري كده تلف يمينك البرج بتاع سوداتيل او زين ده في شارع البلديه طوالي. شكرا جزيلا يا ابو شباب ما قصرت. طبعا ده ما اللي قاعد يحصل على ارض الواقع، مش كده؟ لا يعني السلام عليكم كيف الحال، لما اكتشف انك سلمت وسالته من حاله وعاوز تزعل من الشارع بيقول لك يا اخي انجز اختصر، ما في زمن للكلام ده، انت جاي من وين؟ مش كده؟ يعني بيجينا طيب يعني ايقاع الحياه فرض كده، لكن ما لدرجه اننا نسحب
إننا يعني نزرع في ضمائر بعض الانطباع الأول الإيجابي. بعدين نحن أكثر شعب بيضيع الزمن، يعني وين المشكلة لو سلمنا السلام عليكم وسؤال سؤالين وبعد ذاك سألنا جينا للنقطة الأساسية. الحتة الثانية بتاعت الزمن، يعني مثلا منو قاعد يقول السلام عليكم لو سمحت الساعة كم، مش كده؟ يعني الزمن يا أبو شباب عاملة كم، مش كده؟ وانت ماشي طبعا. يعني لو جينا حسبناه من ناحية إننا نكسب زمن، كأننا ما نحن أفضل ناس في التعامل مع الزمن، مع إنه السودانيين خاصة في الثلاثين سنة اللي فاتت للأسف الشديد بقينا أكتر ناس بناكل، أنا قاعد أقول العبارة دي بالدارجة كده، أكتر ناس بنقرمش الزمن زي البسكويت مع الشاي. وأنا أحكي لكم حاجة، ودي عندها التعامل واحترام الزمن واحدة من أهم المهارات اللي بتستدعي إننا نفعل كم استراتيجية عشان نطور بها معدل الذكاء العاطفي بتاعنا. وتحت لي فرصة وأنا في نهاية الجامعة، عندي علاقة باللغة الفرنسية من بدري، بعدين المدير بتاع المركز الفرنسي هو فرنسي من أصول مصرية، فهو عرفوني به وقال لي جهز لي يعني ملف كامل وتعال أنا عازمك عشاء في البيت في نمرة 2 جنب الأوركيدا كده، عندهم الفرنسيين عندهم بيوت بيت تابع للسفارة. الحاجب بتاعه الحارس سوداني، قلت له اجيك الساعة كم يا مستر باتريك؟ قال لي تعال لي الساعة 8 مساء. قلت له كويس، جيته 8 إلا 10 باعتباره ده زول فرنسي وكده. يعني لما دقيت الجرس جاني السوداني اللي معاه كانت 8 إلا 5، لما مشى ناداه وجاء عندي كانت 8 شوكة. قال لي ما معناه يعني باللغة بتاعته؟ قال لي هذا لا يصدق. قلت له انت جادي؟ قال لي قلت له انت بقيت سوداني الان من السودانيين في موضوع الزمن، انت مستغرب في انه عملت مواعيد؟ جاك زول في المواعيد، انت دارني اجي بعد 8 يعني عشان. فشوف بقينا ناثر في الناس اللي هم بنوا بلدانهم وعملوا ثورات مش كده، الثوره الفرنسيه الى اخره، وعملوا الجمهوريه بتاعتهم مبناها الاساسي احترامهم لعنصر الزمن. فإحنا بنأثر في الناس بصورة سلبية. وفي النقطة طبعا المشهورة مش كده بتاعت الأستاذ الإنجليزي اللي مشى يدرس الولد، جابوه أهله له، بعد فترة جاء والده كده ففتح دق الباب، فتح الباب الأستاذ الإنجليزي قال له بالدور العوض، يعني يعني تعلم عربي نسى انجليزيته لما بقى سوداني ونساه الموضوع بتاع نتعلم لغه انجليزيه. فدي مساله نحن بنمارسها هنا، صحيح تاثيرنا كبير على الخواجات، اللغه السودانيه اللهجه السودانيه بتاعتنا دي يعني فريده جدا زي ما قال البروفيسور عبد اللطيب، هي اللهجه اللي بيفهمها كل العرب لهجة السودانية، ولا يفهم لهجة بعضهم البعض. يعني الوحيد السوداني الوحيد اللي بيمشي أي دولة ممكن يتفهم من أول ربع ساعة أو عشر دقائق، لكن مثلا الجزائري المغربي لو جه هنا وانت مشيت هناك عاوز ليه شهور أو كده، لأنه لكنتهم لكنة فرنسية وكده، وفي كمية من المصطلحات أو الألفاظ مدخلين هم وكده تمام. فيعني المهارة اللي بتكلم عنها بعد ما انت تكسر الحاجز بالابتسامة وبالمبادرة بانك يعني تفترض انه البني ادم ده ما دام تواصل معك بصريا وقبلك، حتى لو ما تواصل في النهاية كونه سوداني، يعني الا يكون ما سوداني، كونه يكون سوداني انت بتعرف انه ممكن تدخل له بيناته مدخل. يعني زي ما قلت لك الموضوع بتاع الشبكة شغال شنو كده، بتابع شوية المرة دي بتعمل شاي ممتاز وقاعد اجي لها طوالي وكده، والبوم بتاعها مظبوط وكده، والله انا قاعد اشرب يعني مره وما قاعد ياثر فيني او قاعد ياثر فيني عندي كده، انت كيف؟ يعني هو حيحس طبعا انه انت عاوز تفتح معه موضوع. وبعد ذاك لو ردت فعله لو طلعت بالنسبه لك ما على قدر كده، يعني حسيت بانه فتور او كده، انت يا دوبك بيبدا شغلك في انك تطور، تحاول تأثر فيه بحيث إنه يرتقي معاك لنفس الدرجة، بحيث إنه يعني أخذ ودي معاي، يعني في النهاية مهما كان في شيء شغل. يلا أنا عندي نقطة في الحتة دي يا دكتور ممكن أختلف منك فيها. أنا بشوف إنه فكرة التعارف من أجل التعارف نفسه
دي حاجة ما مقنعة. فأنا عاوز أتعرف على الزول ده بفهم شنو يعني أنا عندي معه شنو. يلا أنا عندي مبدأ الخصوصية دي مبدأ مهم جدا يعني قاعد أحس إنه الخصوصية بتاعت الأفراد في ودي حاجة ملاحظة أنا هنا في الاعتصام ده قاعد تنتهك بطريقة قاسية جدا. أي صح الناس في في في, في حالة ثورة وكده هناي الناس متأخذ بعض لكن أنا متأكد من في جوا بعض بكون في شيء من 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 القب. الخصوصية بتاعت الإنسان دي لازم الواحد يقول لها قيمة يعني. أنا ما ممكن أجي لزول ساكت كده من غير أي بادية معرفة من غير أي أنا عاوز أعمل شنو بالتعارف ده فبيجي بخش فيه بالسلام عليكم وعليكم السلام كيفك تمام الحمد لله أنت من وين أنا من وين بيكون جاري معه أنا ما عارف الزول ده أصلا قاعد عشان شنو يعني. ما هو يا إما أحرجني يا إما جاملني في الجلسة دي وبشينا لقدام. ده في القالب قاعد يحصل كده إنه الناس بتجامل بعض بس يا إما كمان بيجي زول حاسم وأحرجك يعني. فالحاجة دي هي اللي بتخليني أنا ما بمشي ببادر بالتعارف ما أنا أحس إنه في حوجة للتعارف ده وفي قصد من وراها وفي قبول من الطرف الثاني للتعارف ده. فدي الحاجة اللي بتخلي الواحد يمشي بادر. غير كده أنا قاعد أشوف انتهاك للخصوصية وما عندي أي مبرر. تمام ده كلام كويس. طيب هو أصلا العلاقات بين البشر يعني لا تخلو من الأغراض ومن المصالح دي حاجة طبيعية يعني ما في بني آدم بيتعرف على بني آدم من غير ما يكون في غرض. لكن الأغراض دي هي اللي نحن عاوزين نشتغل عليها وهي اللي نحن عاوزين نصنفها ويعني نقرب منها ونعرف يعني ياتو الأولى وياتو نبدأ بياتو. أنا بنصح يعني السؤال ده إذا كان يعني ذكر ادريس وحسين اقصد وفي ذهن اكثر من زول موجود هنا بيستمع او كده لازم انت من ناحيه نفسيه ودي حته مهمه تكون متوافق مع فكره انك انت تعمل اللي عليك وتعمل الصح في موضوع انك تبادر وتتعارف. موضوع انك خايف من الاحراج لازم تخط يعني احتمال وارد لأنه النسبة بتاعت الخطأ الموجودة في أي عمل تقوم به وإنت لو ما كانت موجودة ومعتبرة لما تمكن الناس من تطوير أعمالهم وإنجازاتهم. أنا أضرب مثال بسيط 2006 إلى 2010 المدير التنفيذي أو العام لشركة تويوتا اليابانية وهي طبعا أكبر أضخم شركة مصنعة للسيارات في العالم طبعا تويوتا وأنجح شركة. ليه أنجح شركة؟ لأنهم قدروا يغزوا السوق الأمريكي بعربات حازت على الرضا وإعجاب وسيطرت على رغبات وعقول وقلوب الأمريكان في أمريكا اللي هم بيصنعوا الفورد وال عربات الجي ام سي والهامرز والحاجات. اديكم مثال بسيط الحاجه دي تويوتا عندها عربيه اللي هي ليكزس اللي هي الشركه بتاعت المنشاه بتاعت الليكزس تويوتا طبعا. ليكزس دي هي العربيه الاولى باستفتاء في الاستفتاء بتاع داخل المجتمع الامريكي فيما اذكر من 2003 تقريبا ل 2010 يعني شوف الفتره دي كم سنه بيعملوا استفتاء مجلات متخصصة في الأوتوموبيلز والحاجات دي شركات أمريكية خاشة في الاستفتاء شركات ألمانية شركات فرنسية ليكزس كانت العربية نمرة واحد. فالمدير العام للشركة طلب من رؤساء الأقسام ادوا التقرير السنوي بتاع الأربع سنوات دي من 2006 ل 2010 جابوا له تقرير 100% perfect من غير الايرور ريشيو او الريشيو اوف ايرور اللي هي نسبة الخطأ. صدقوا او لا تصدقوا هذا المدير العام رفض التقرير من رؤساء الاقسام قال لهم هذه نسبة الخطأ هي التي كنا ولا نزال نجود بها الاداء لذلك انتوا انا لو قبلت منكم التقرير ده من غير نسبة الخطأ we started the way downwards احنا خلاص حنهبط طوالي بعد لانه ما في طريقه بنجود بها.
فدي دي ده مفهوم طبعا بتاع يعني انا ذكرته عشان اقول انه اي حاجه اي فعل اكشن انت بتتخذه لازم تكون خدت في بالك انك حتفشل والنسبه دي تحجمها. لكن لو النسبه كانت كبيره مفروض تكون افيد بالنسبه لك، بمعنى انك لو الليله عملت لك اختيار لثلاثة أنفار بناء على الفيجوال. أنا طبعا عاوزك يعني ابتداء من الليلة ما تبدأ ترفض الكلام بتاعي طوالي، لا أبدأ اشتغل به، لأنه يعني الاكسبرمنتس اللي هي التجارب العملية هي اللي حتجيب لنا المعلومات اللي احنا عاوزينها. لكن ما دمنا قاعدين نتكلم اسمه طبعا تنظير، مش كده؟ ما احنا عاوزين نطلع نعترف بالإشكال اللي هو طلعناه انه احنا بنخاف من المبادئة والمبادرة. من ضمن الأشياء الأسباب اللي خلتك تخاف من المبادرة إنه خوف الإحراج، نمرة واحد. نمرة اثنين خوف مخافة اختراق الخصوصية. نجي الحتة بتاعت الخصوصية دي، المفهوم ده عندنا جايط في السودان زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت وأول المحاضرة، إنه موضوع إنه زول بيضرب لك تلفون. يعني أنا بيحضرني هنا كومنت يعني تعليق قاله واحد من الممثلين الكوميديانز اللي هم موجودين في مشهور، يعني واحد من أفلامه مصري هو محمد سعد، أظن الفيلم بتاعه اسمه كركر. الممثلة أمه، بعدين هم المصريين صعبين شوية أو هم مش صعبين، هم دقيقين في موضوع الصرف، مدبرين يعني معروفين. فبتعمل له مسكول عشان هو يقوم يضرب لها، ما هو لده. فقام فتح التلفون مع المسكول، فقلت له انت فتحت التلفون ليه وقاعد تحاسبه؟ قال لا يا ماما ما معناه، يعني انا فتحت عليك باب الحمام عشان تفتح على تقول لي كلام زي ده، يعني ما التلفون اتفتح. فزول ضرب لك تلفون يعني، وبالليل مثلا في وقت يعني مثلا في ناس بيزعجوك ما تكون عارف، ما مسيف الرقم بتاعه، ضرب لك لانه مغروط او لانه غلطان سيمبلي. بكل بساطه التلفون ده بيشبه تلفون زول عنده، قام داس له ارقام من ضمنها ارقامك انت جات مع ارقام الزول الثاني غلط، يعني مش بتحصل. انت عارف لو عملنا كده كويستيونير من سؤالين بس، جاك كم تلفون بعد الساعه 12 واحدة وغلط ورديت كيف؟ لو عملناه وسط الشباب اللي هم الاولاد او الرجال ممكن يكونوا شويه مرنين، لكن بقى الضربات القاضيه والحسمي بقى بيكون لو انت اتصلت على واحد طلعت واحده، يعني أنت تعاقب عقاب. وفيه جانب نفسي رهيب طبعا، فيه حتة فيها يعني إنك أول حاجة معروفة عن الشخص السوداني أو الرجل إنه حساس جدا، بيتأثر بالكلام يعني مش كده؟ كلمة تقول لك الزول ده جرحني بكلمة زي جرحته جرح عميق لمدة بتاع مش كده؟ بسكين زي ما قال يعني عميق جدا وكلفه ما كلفه من العلاجات مش كده؟ ما يعني الكلمة بتجرح فعلا. العرب عندهم بتشعر بيقول جراحات السنان لها التئامه ولا يلتئم ما جرح اللسان، يعني فعلا الانسان يعمل حسابه شديد خاصه في وسط مجتمع زي الشعب السوداني الكلمه عنده بتفرق، يعني ممكن الزول يقفل منك قفله واحده كذا سنه لكلمه قلت عليه قدام ناس. يعني بعدين عندنا الكلمه لما تجرح شديد، عندنا نحن الشعب الوحيد من اندر الشعوب اللي الكلمه عندنا يرد عليها بضربه او ببنيه، مع انه في كل الدنيا الكلمه بكلمه، يعني حتى في القانون مش كده؟ يعني حتى لو جينا نطبق حكايه العين بالعين والسن بالسن، يعني زول قال لك كلمه مهما كانت ترد عليه بكلمه او ما ترد عليه مش كده؟ يعني يخاطبني السفيه بكل قول فاخشى ان اكون له مجيبه مش كده؟ انت لو وكيف حتحس بانه زول ده سفيه؟ اول شيء لو ما بعرفك لو لقاك للمره الاولى بتفعل هنا من الحته بتاعت مهارات الذكاء العاطفي بتاعك، يعني اول مره تقابل زول فقام اساءك او زول داسك يعني عفصك او انت عفصته يعني متوقع انه يقبل اعتذارك، بيعتبر الموضوع طبعا شخصي وجايز جدا يمسكك، الموضوع يبقى اشتباك بالايدي مع انه اول مره تتلاقوا. الموضوع ده في الشوارع للناس اللي بيسوقوا عربات كده برضو، لو تقرص زول قرص له زول بينزل زول، يعني انا مثلا شخصيا حصلت لي الحاجه دي صراحه، يعني انا كنت في ستوب بعدين صعب جدا هو داير يعمل يوتيرن ما كان في طريقه الا يعني لو مشيت كده بضايق الناس اللي عاملين يعني جايين من الاتجاه الثاني، فزعل جدا انفعل فمشيت داير اخش على كوبري المكنبر من جهه بحري
شفت الزول مصير يعني بوري وتيت قمت وقفته. فجاني راجل كبير يعني في مقام والدي يعني ونزل معاه ولده، والظاهر الاثنين من ناحية أخلاقية يعني ما شاء الله يعني قاعدين كده على الهبشة يعني بيشتعلوا سريع. فنزلت نزلت القزاز، أول شيء داري افتح الباب، قمت أمنت الباب نزلت القزاز. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. قال لي ده شو اللي عملت ده؟ قلت له عملت شو؟ قال لي كده كده. قلت له كان ما كان في طريق، العربات جاي من هنا واليوتين صعب. هو شافني زي بارد كده فقام قال لي انت حمار. طبعا ولده رجع خطوتين وتوقعوا طبعا مني انه اقوم. فقمت ابتسمت قلت له معلش يا عم يعني ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له انت لقيتني قبل كده؟ قال لي لا. بتعرفني قبل كده؟ قال لي. قلت له ولا انا. قلت له طيب يعني ما عندك الاساس اللي بيخليك تقرر اني حمار؟ لازم تكون اتعاملنا يعني انت بتستحمر زي اللي تكون جربته كذا مره وتعامل بالطريقه بتاعت حمير مش كده؟ معرفه ما في، اول مره يشوفني. قلت له معلش انا ما بعرفك وانت ما عندك الحق تقول لي حمار، وانا ما حقدر ارد عليك لانك قدر والدي يعني. قمت رفعت الجزايه. الزول تعرف الزول ده انا خليته في حاله يعني خلاص يعني ردة الفعل اللي هو متوقعها ما لقاها والغضب راح منه، حس انه قال لك كلمه ما المفروض يقولها لزول هو ما بيعرفه قابله للمره الاولى، فزهج من نفسه وكان داير يعني يجي جاري ورا العربيه ويمسكني يخنقني لانه للبرود بتاعي مش للكلمه اللي قال، لانه يعني ما لقى ردة فعل. عموما يعني يمكن الواحد الحاجه دي اكتسبها بحكم يعني يمكن التراكم بتاع الخبرات المجال يعني في 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 بدايه الحياه الطبيعي الانسان في اول ما يعني يشيب كده يكون مراهق لحد كم 20 سنه بيكون اول شيء معرض يعني لانه يكون سريع الانفعال. ليه؟ لانه ما عندك خبرات حياتيه، لانه دي نمره واحد. نمره اثنين لانك يعني عايز تثبت انك بقيت رجل يعني ما الولد الصغير الزمان كله ممكن زول يحفظ عادي زول يضربه زول ما يعرف يرد يعني، فانت عايز تثبت انك رجل وما عندك خبرات، وبالتالي في حاجة مهمة الثقافة اللي انت مربى عليها. مثلا في ناس يقول لك والله انا تربيت على انه ما في زول يحقرني وما اخاف من التسعة زيه وكده. لا، الخوف غريزة كويسة. عندنا مثل بيقول الخواف رب عياله مش كده؟ الخوف غريزة كويسة يا جماعة، والخوف بيحدد شنو ال- 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 يعني دي مهارة بتاعت ذكاء عاطفي مهمة جدا. انه انت لما تخاف من زول زيك مش لانه انت جبان او يعني لا، ما ممكن الزول زيك ده انت ما عارف يكون زول خطر جدا، خطر يعني شايل له سكينه، عرفت عنده مسدس، دي كلها حاجات مخيفه. اضافه لانه شايل سكين وعنده مسدس يعني مستوى وعيه وذكائه العاطفي تعبان من النوع اللي بيرد على الكلمه بطلقه يعني مش مفروض اخاف منه ده؟ مش مفروض يعني هي اي يعني هي دي مساله مش دعوه لانه للناس يعني لا، ما في ناس ممكن يلاقوك وممكن تحسمهم وانت ما غلطان معاهم وكده، ده دي مساله تانية. انا بقصد شنو؟ انه واحده من الحاجات اللي بتخليك يعني تكتسب مهاره بتاعت انك ما تخاف من شيء مادي او من شيء معنوي، ان درجه الذكاء العاطفي بتاعتك يعني تكون يكون في تمرين على اكتساب مهاره باستراتيجيه بتاعت انك نمره واحد تفترض انه في احتمال بتاع خطا في الفعل اللي انت بتعمله ده، لانه الكمال لله يعني ما في انسان كامل، واي كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا المقام، زي ما قال سيدنا مالك بن انس امام دار الهجره ويشير الى القبه الخضراء مش كده، كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا المقام اللي هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ما عدا سيدنا محمد مع انه في احداث يعني بعينه سيدنا محمد اثبت فيها انه هو اخطا مش كده؟ يعني مثلا الحادثه بتاعت النخل مثلا، يعني مثلا هسي الناس اللي عندهم علاقه بالنخل الناس من الشماليه وكده او الناس اللي عندهم علاقه بالزراعه ما شرط تكون من الشماليه، عارفين انه النخل ربنا خلقه زي البشر، نخل انثى ونخل ذكر، نهاهم عن أن يؤبروا. التأبير بتاع النخل بيعرفوه الناس الزراعة وناس الشمالية، اللي هو بتشيل حبوب اللقاح من الشجرة الذكر بتخدها في المتوك بتاعة الأنثى عشان
يعني يحصل لها إخصاب، هي ما بيحصل لها حمل، يحصل لها إخصاب وبعد ذاك البلح بيطلع يعني مزبوط الإنتاج. فقام السنة نهاهم فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن إنهم يبروا النخل، هبط الإنتاج بقى بيسموه عندهم اليوم تسمية ناس الزراعة الشمالية، لما ما يحصل التأبير ده البلح بيطلع ني أو ما مكتمل، أي حتى طعمه بيكون مختلف. فقال لهم كنت، قامت المعلومة جاته من الخبراء صلى الله عليه وسلم، قال لهم كنت قد نهيتكم أن تؤبروا النخل لأنتم أعلم بشؤون دنياكم ألا فأبروه. دي مسألة يعني طبعا لو جينا نتكلم المعدل الذكاء العاطفي أو الاجتماعي، طبعا سيدنا محمد بيكون في قمة الإنسانية والبشرية في الموضوع ده، وهو الأمي مش كده، يعني اكتسبها وربنا أكرمه بها في 40 سنة قبل اللي سبقت الوحي، يعني نزول الوحي، هو اكتسب المهارات دي بذاته بنفسه. سيدنا محمد 40 سنة الأولى ما كان نبي، لكن يعني ربنا يعني اجتهد في نفسه لحد ما سموه الصادق الأمين. دي كلها مهارات اجتماعية مش كده اكتسبها هو، يعني اختار محاسن الأخلاق، اختار الكرم، الشهامة، العدل، الرجولة، دي كلها اكتسبها واختارها من غير ما يكون نبي. بعد ذاك لما جاء جبريل نازل وقال له يقرأ، حتى بعد ذاك بقى سيدنا محمد مش كده. لذلك سيرته في 40 سنة الأولى بالنسبة لنا مثال لكيفية تنمية مهارات اكتساب المهارات الذكاء العاطفي وترقيتها للحد الأعلى. لأنه لو لاحظتوا يا جماعة كان بيعيش في مجتمع يعني متخلف مش كده، مجتمع جاهلي في صحراء ما عندهم أي موارد، وكانوا فخرهم كله كان بالقبيلة وبكذا وبكذا، ما كان عندهم حاجة تمام. فيلا النسبة الخطأ، نرجع للمهارة دي لازم تخدها في بالك، ومن ناحية نفسية لازم تقبلها لأنه هي اللي بتطور بها، ما تخوفك، هي اللي بتطور بها المستوى بتاعك. لو اخترت لك 3 الليلة وبكرة 3 وبعده 3 أو كل يوم قول 2، واحد فيهم قبلك والتاني ما قبلك، أنت ناجح بنسبة 50%. مش كده؟ تسجلها في النوتس بتاعتك، بقيت بعدين الموضوع بتاع الورقة وقلم يعني مع أنه مهم. يعني هسه الأخ أيمن ذكرني أنه يعني كده، يعني هسه أنا ما قاعد أجيب قلم، يعني بقيت لأنه قاعدين يفتشونا في المتاريس بيشيلوا الأقلام، فبقيت بعتمد بحضر وبيجي بس بالموبايل بتاعي. لكن برا الاعتصام القلم والمذكرة ما بتغيب عني، لأنه في تواصل وتفاعل بينك وبين دماغك وبين الورق، بين الحروف والحبر اللي أنت بتكتب بيرسخ في الذاكرة. يعني أنا شايف إنه الطلبة في الوقت الحالي بيقعدوا يعتمدوا على الامتحانات بقد موضوعية، الموضوع ده كله خصما على الذاكرة البشرية، لأنه أنت بترقيها وبتثبتها وبتخليها قوية بأنك تتفاعل، يعني يكون في تفاعل بينك وبين القلم. الأفكار لما تنزل وتثبتها بشكل حبر زي ما أنت عارف، يعني بتكون أثبت مما أنك تقراها وتكون عامل الاندرويد تطش وتقعد تشخي، يعني بتحتاج تقراها عشرات المرات. لكن لما تكتبها بمذكرة قلم بتشخبط، لما تجي تستعيدها بتكون أقوى. لحد هسي ما في حاجة عملت ريبليسمنت لموضوع المذكرة أو الكتاب الورقي، ما زال في مكانته. وأدعو يعني من هنا دي دعوة للشباب على أساس إنهم ما يضيعوا الحتة بتاعت إنهم يكتبوا خواطرهم في ورقة وقلم، بورقة وقلم، دي حتة مهمة جدا وبترسخ الذاكرة. فإذا أنت عملت الحاجة دي الليلة وبكرة بعده في نفرين بس بهدف التعارف نفسه، نجي للحتة لو قدرنا نرد على الحتة بتاعت الجانب الخوف، الجانب النفسي، يعني التعارف من أجل التعارف لحد ما هو يسألك يعني أنت مالك، يعني ليه معلش يا شباب أنت من قبل خاشي عاوز شنو، تذكر ليه الحتة دي يا يعني يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني التعارف ده هو الأساس، لما يحصل أنا ممكن أتواصل معك، ممكن صداقة، ممكن بعد ذاك تواصل، ممكن بعد ذاك أعرف أنت مجالك شنو، أنا محتاج لك والناس بالناس. موضوع إنه إذا عرفت من أجل إنه يكون في مصلحة ما حقه من البداية، لكن بعد ذاك لما يحصل التعارف وين المشكلة؟ الناس مصالح، البشر بيستفيدوا من بعض. يعني هسه دلوقتي الاخ ايمن جاء
بعد شوية قال أنا كتبت الكلام وفي أسئلة عاوز كده كده وعملت كده وأنا قاعد أتواصل مع الناس وما فوتت فرصة طوالي. يعني الإيميل بتاع الزول ده ما هو يعني من أخص الخصوصيات. الزول بيديك الرقم بتاع الواتس لكن الإيميل ده ما بيديك لي بالساهل. مؤكد الزول ده بذل مجهود وأقنع الطرف الآخر في إنه يتحصل على الإيميل. ودي حتة مؤكد هو فشل في بعض ما كل الناس بيوافقوا لكن ده ما يعني ما خلاه يتراجع على أساس إنه يحقق المعرفة. لأنه أثناء ممارستك لموضوع إنك دار ترقي وتطور من مقدراتك ومهاراتك في الذكاء العاطفي أنت الزول المعاك ده ما لازم يكون في نفس الدرجة بتاعتك. لو بقى أقل منك دورك لأنه أنت عندك القناعة إنك دار يعني تتواصل معه فأنت بتكون تلقائيا قمت بدور بتاع تنويري بتاع بتفيده إنه أنا عملت الحاجة دي عشان نتعرف. ما فيها مشكلة يا أخي نحن جامعانا مكان واحد نحن سودانيين نحن صابنا سواء نحن سايرين نحن معتصمين عندنا هدف عشان الهدف ده يتكامل ونصل له لازم يكون في تعارف. دي فرصة تانية ما بتتوفر عشرات ومئات الناس بيجوا خاشين أصلاً نحن مقصرين في الحتة دي على فكرة. لكن من هنا لحد ما يحصل الاتفاق يعني في ناس أنا متأكد أنت وكلنا في ناس بتمر عليهم كده بالتواصل البصري الاي تو اي كونتاكت اللي قلته ده تتمنى إنك لو وقفته وتعرفت وتواصلت معه وليحصل يحصل ابتسامه كده زي كيف عامل منو أنت بتقرأ وين أنت منو إلى آخره. ما يمنع مش كده التعارف ما فيه حتة بتاع تجريم أو حتة بتاع إثم. لما قال يا أيها الناس الناس معناها الرجل والمرأة ذكر وأنثى لتعارف بعدين عمره الزول اللي بيكون عاوز له حاجة بتكلم هنا عن النصف الآخر يعني من المجتمع المرأة وكذا النساء ما عمره ما كان الزول اللي بيكون عنده نية يعمل حاجة ما مزبوطة بيعملها بطريقة علنية مش كده دائما الشينا منكورة ولا شو. فاللي بيكون عاوز يتعارف ده أدعو من هنا حتى الأخوات يعني والنساء كلهم الموضوع بتاع إنه الإنسان يرفض لمجرد إنه أبدأ إنه عاوز يتعارف طوالي يتفهم إنه هو عاوز مثلا يد أو يشرع في علاقة ما بالضرورة. ولو فرضنا إنه ده هو الحاصل فما دام جاء قاله بطريقة محترمة وعلنية لما لا ما هي الحاجات بتبدأ كده مش كده يعني حتى الحاجات اللي هي المودة والعاطفة بتبدأ كيف يعني الخواجات بيعرفوا الموضوع بتاع العاطفة دي حتة بتاعت كيف نستخدم المهارات بتاعت الذكاء العاطفي مطورة بين الجنسين الذكر والأنثى اللي هي بيقول لك إنه الموضوع بتاع الارتباط العاطفي هو إنه يكونوا أنا هقوله وبعدين أقول لكم بالمصطلح العربي إنه يكون في two persons يعني woman أمانة أنا woman in the same place خلاص and having something in common and there is chemistry يعني رجل وامرأة يتوجدوا في مكان واحد بالصدفة أو بغير صدفة وعندهم شيء مشترك بيناتهم وفي كيمياء حصلت. على فكرة الكيمياء دي ما بالضرورة تكون هي بس مخصوص بها إنه انجذابك تجاه المرأة ولا انجذابك تجاهك عشان تعملوا علاقة لقدام لا الكيمستري مطلوب بيني وبينك من رجل لرجل القبول يعني السودانيين بيقول لك أنا والله فلان ده حسين ده شفته كده كتشنته لله في لله كارهو مع إنه لا قعدت مع حسين لا تعرفت عليه شايف الفايدة بتاعت إنك تتعارف لا عملت معه اي تو اي كونتاكت تواصل بصري ما حصل ما اقتحمت الخصوصيه بتاعتك. على فكره اقتحام الخصوصيه هنا من اكثر الاشياء مشروعه والمفيده في موضوع ترقيه المهارات الذكاء العاطفي بتخشها بنفسيه بتاعت انه انت عاوز تنتهز الفرصه انتهاز ايجابي اللي ما ممكن او ممكن ما تتوفر تاني وخاشي باحتمال 50% بس معاي انه انا ممكن ارفضك او هي ممكن ترفضك مع انه التعارف بعد ذاك انت عارف البني ادم ده. انا عاوز اقول لكم حاجه الجبال قلنا في مركزين مركز بتاع عواطف ومركز بتاع افكار وانه في الخلايا العصبيه
البشرية عندها المقدرة من ناحية معنوية إنها تتطور وتنشي أكثر من 15,000 توصيلة اللي هي دي المهارات بالمهارات وبالحركة بيني وبينك والتواصل. 15,000 توصيلة، أي 5 أو 10 توصيلات ممكن يكونوا صفة أو مهارة. شوف أنت يكون عندك كم صفة اكتسبتها للذكاء العاطفي بتاعك. والحركة قال لك الحركة، يعني هسه الشارع ده لما يقول لك شارع هاي واي زحمة يعني ما بيفضل الأسبوع كله واليوم كله، وحركة رهيبة بيكون فيه خاتين فيه عسكري ال 24 ساعة مش كده بتاع مرور، بيكون فيه ستوب شغال، بيكون فيه يوتيرنات، بيكون فيه فعال، يعني حركة فيه حيوية. كذلك الموضوع بتاع التواصل بين المركز الأحاسيس والمركز الأفكار، والاثنين ديل هما اللي بيكون هما المكونات بتاعت الذكاء العاطفي. ما قلنا قبل التعريف بتاعه ان هو ادراك الانسان. ما هو الذكاء العاطفي؟ هو ادراك الانسان لافكاره وسيطرته على احاسيسه بما يحقق له اهدافه، سواء كانت الاستقرار الوظيفي او الرضا المهني او الاجتماعي ايا كان. تمام؟ لذلك التفاعل ده والحركه دي الديناميكيه دي ما بتجي بوجود صفة بتاعت خوف وانطوائية، لا بد من مبادرة وكسر الحاجز السلبية ليه؟ لأنه الكلام ده طبعا في يعني بالنسبة لك أنت دلوقتي أنت مثلا كذا وعشرين سنة مش كده عمرك، فمن 3 شهور ل6 شهور ممكن تشتغل على إذا عندك رغبة كافية تشتغل على المهارتين دي اللي هي بتاعت الانطوائية وبتاعت الحتة بتاعت إنك تبادئ، ويوميا تعمل يعني ممكن نقول نقسم الأسبوع أنت تكون موجود ومتفاعل 5 أيام في أو قول 6 أيام تقسمها ل3 أيام. الثلاثة يوم الأولى تشتغل على على على, على اكتساب المهارة الإيجابية المضادة للانطوائية اللي هي إنك تقعد مع ناس، وبالنسب بتاعت الإيرور اللي قلناها هذه اللي هي 50 يعني موجودة لازم الفشل ده هو اللي انت بتطور به نفسك، لانه حتقعد ببالك وبنفسك ليه الزول ده رفضني او ليه البيت دي رفضتني انه انا اتعرف عليها، او ليه الزول ده رفضني، لانه انا تبدا بنفسك اي المدخل بتاعي كان ما مظبوط، التوقيت ما مظبوط، الالفاظ اللي استخدمتها، التواصل انا سأل عنها انا غلطان. بكره حتيجي مع زول ثاني، ما خلاص الزول اللي عمل فيك الحاجه دي انت ما حتلاقيه ثاني، الناس كثار، فإذا لقاك يبقى بس يعني سوء طالع يعني، لكن في نهاية لو لقاك تحاول معه مرة أخرى ما في مشكلة، لكن الثاني اللي بتحاول معه تعمله بطريقة مختلفة. الثلاثة يوم الأولى تكون شغال في الموضوع بتاع الانتوائية، الثلاثة يوم البعدية تكون شغال في إنك تبادل. جاتك فرصة في الثلاثة يوم الأولى إنك تشتغل في الاثنين مع بعض طوالي تعمله ما في مشكلة، دي ما مسألة الدماغ البشري يعني متطور وقادر، يعني ما في مشكلة في إنه يكون في كوردينيشن جميل جدا انك تعمل الحاجه. المهم انك تكون مقتنع يعني نفسيا تكون عارف انه لو ما الفشل، بالمناسبه موضوع الفشل ده تعامل مع الفشل دي حته برضه مهمه جدا. يعني مثلا في انجلترا عندهم الحته بتاعت الزول لما يفشل في امتحان الجامعه ويحبط، يعني في معنى يعني الزول يكون قاري ويعني مذاكر كويس وخش الامتحان وتفاجأ بأنه ما قدر يعمل حاجة وقامت جات النتيجة أنه سقط. يعني لما الباقي زملائك في الدفعة يكونوا ناجحين وانت تكون ساقط، والموضوع ده لو مشيت للمسجل، الجامعة كانت جامعة يعني بتراعي الجوانب النفسية، بتمشي تزعل من هنا براك اديني أنا رقمي كده، يقول لك المادة الفلانية A B E D F في كذا، يسألوك زملائك في ناس كتار يعني ما بيمتلكوا الشجاعة ما يعني بيزوغوا من الجبتش، وفي ناس بيقوموا يقولوا للزملاء ليه؟ لأنه بيخافوا من موضوع الفساد. عندهم هناك برا في انجلترا بتسحب استمارة تانية عشان تسجل لو عشان تمتحن امتحان بتاع بديل مش كده؟ فبقول لك thank god you didn't fall from the tip of the mountain مش كده؟ يعني انت احمد الله انك ما سقطت من قمة جبل وإلا كان كسرت رقبتك. You just fell in the exam. يعني انت سقطت في الامتحان، ممكن تحاول مرة تانية. بعدين الفشل هو المنصة الانطلاق الأولى للنجاح على فكرة. أنا لا أنسى إنه العميد بتاع اتفضل
جدا. السلام عليكم. بجد نستفيد لما نيجي نقعد نتحدث عن المجتمع السوداني. طبعا انت عارف تماما المجتمع السوداني مجتمع شويه ما فيها مرونه, وني دائما ما بنتقبل الانسلتنج. اتس اوبفيوس يعني دائما ما بنتقبل الرفض, نتقبل القبول. فده it's obvious for all students as it's genetic proof. انا ما اعرف, انا دار بس ذكر نقطتين انا بنفسي مريت بها. في النقطه انا لقيت بيت سودانيه كان عرض لشباب كده جروب قاموا ضربوا عند جهاز قاموا شالوها منه. الكلام ده بأربع خمسة سنوات. فأنا كنت ماشي كنت عندي كورس في مركز كامبريدج في الكويت. فأنا واقف في آخر محطة, البنات جاية جارتين اثنين وقفوا عربية للراكب فوق وهجوا اللي بتاع العربية سواء. قال له يا أخي هنا ثلاث نفر جارين ديلك دقونا وشالوا مننا 250 جنيه وعندنا موبايلين شالوها. ايوه بالليل الكلام ده 9 ونص 10. فانا قاعد مع السواق, طبعا عربي هنا قاعدين فيها ثلاث نفر, انا سواق كمساري. فقمت طوالي للسواق قلت له يا اخي اسمع غير المسار شاري طوالي توجه للناس ديل باللمبه وامشي وراهم نحسلهم. فالسواق لفه ومشى مسافه هنا للخيمه اللي قدامنا دي. فهم طيروا المسار, كانوا ماشيين بالشارع لما يعرفوا ان عربي جاي وراهم طوال غيروا المسار. في أمارة قدامنا مبنية دو فيها حفر حافرينه. فواحد خش جوا لبد والتاني لف بغادي كامل. المهم أنا اللي سواق قلت له ناس ديل خش في ال... كم بتعرف في شركة اسمها شركة كان شركة زيب زمان في أركويد معمورة زمان كان محل كده يا دوب الأمارات كان قايمة. فسواق وقف وزعنا أنا وسواق ومساري أي زول مشي اتجاهه بنشوف الناس ديل مجوين. أنا في شاري لقيت زول لقى جوا الحفرة رجعت بورا. وبجد أنا خفت عندما الضابط قال لي يا زول أنت تجري ورا زول ده ربما زول ده حرامي وعنده سكين تعنك. فرجعت ورا شلت الطوبة وضربت زول ده في الحفرة جوا جت علي. المهم بيننا في حفرة طويل ما قادر أقوم أنط, هو بيجي بهناك وأنا بجيت بجاي عشان أنط ما قدرت لأنه هو مسافة طويل. لفيت بهناك لابين قدام فطقيت بكراي جا دايرة قاعد كده وما طوال استادل. أنا زول لسا أكيو هنا للعمود الثالث الرابع هنا. ففي غفرة قاعدين في الأمارة إنهم ركوبة, زول لجاري قدام وقام وقع في القنا قنا بتاع الركوبة. الناس البيت قاموا دمنوا دمنوا لقوا إنه أنا ساكي لي زول أصو ما نظمته. فجو لما هم افتكروا هنا الاثنين حراميه, واحد شال الطوبه واللي لبس لحرامي لبسني انا بورا ما اشتغلت لك بو سكونا لك. قلت له يا زول ماشي قدامنا حرام وين هناك حرام. فانا ما قدرت اتحمل لدرجه انه ذي بيت سودانيه وحرامي انا شايفه كده ما قدرت اتحمل انه يقوم استخدم زول ده اتعامل معه كيف. فالشباب اللي قلت لهم ده حرامي حصلوا زول ده قدامي وضربوه ضربوه ورموه. فمجرد ما لقينا زول اللي قيل زول رموه ربطناه بالحبل جدعنا في العربية. الناس اللي ضربوها ذاته فزوا, فضلوا أنا والسواق والحرامي. سجنا الحرامي ده ودينا في قسم جنب سافي جحفر هنا في قسم سري كده ودينا له. فالضابط قاعد أسأل زول ده قبضتوها كيف؟ قلت له والله يا جناب زول ده سرق البنات ديل وبنات ورونا وساكن لحد ما حصل. الضابط طبعا يعني كده قال لي يا زول انت زول غريب أزول الحرامي انت ساكي ورا ربما يكون شايل سكين شايل عصايه شايل. قمت قلت له والله انا مجرد البنات ديل قالوا سرقوا ما قدرت اتحمل كده انه على الاقل افكر. فدي لانه في سيتويشن بيجيك انت ما بتقدر تقوم على الاقل تفكر تعمل شنو. في الحاله دي عشان تقدر تحاول تزيل من حتات الدنجه دي بتفكر كيف. ده واحد. نمره اثنين دائما هنا بنسوي حاجات لكن ما في زمن. انا كنت في شغال في سفاره في منظمه امريكيه اسمها نيازي. دائما بنصلي
الظهر والخواجه انا ما جاب غروب منزولي انا بصلي ساعه كم. هو قام زبط ساعته الان زمن قاعد يصلي فيه وانا ما جاب خبر. مره من الايام فوت الزمن توالي جاني في المكتب محمد did you pray تلون نوع مستنات يد قال لي are you praying your prayer is not half on time you're praying day after day what are you doing فقمت I feel sorry شوف أنا استغربت هلا زول ده قلت له how do you know I pray on time قال لي I know since you start praying my face I just I know at what time you do pray. فنينا شعب ما قاعد نتعامل بحياة سيريس وانت قصدين تقول ممكن تخش تعمل مقدمة لزول تتعرف بزول ده في الشعب السوداني صعب 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 وحتى انت زي ما انا كبير مذكر انه نينا ما بنقبل الرفض النهاية لكن نقبل القبول يعني we're shallow فدي as if you're speaking as if you're in British community you are not in Sudanese community thank you تمام شكرا جزيلا المداخلة ممتازة طيب هو طبعا الحادثة الأولى اللي حكيتها يعني هو طبعا أول شيء الحمد لله على السلامة لأنه كان ممكن يعني تكون من الخسائر انت يعني دي ربنا سلمك هو طبعا الدافع بتاعك اللي خلاك تقترح في البدايه على السواق اللي يبدو انه هو ما كان عنده استعداد لكن بكلامك انت اتاثر ودي حته اشتغلت فيه وانت يعني حته يعني استزرت فيه الشهامه السودانيه وده طبعا وده تريننج لا قبل الدينجر ده تريننج على على ايموشن انتليجنس انت اشتغلته وتم في فراكشن اوف سكند يعني تم في زمن قصير جدا لكن لانه نحن والكلام ده انا قلته احنا في السودان عندنا النفسيه بتاعت الشخص او الانسان السوداني مبنيه على العاطفه لذلك هي توصف بانها هشه هي مش شلو هي هشه الهشاشة دي بتخليك شنو يعني حتى الهشة إنك أول ما تخط رجلك فيها بتنزل بيك مش كده ما بتكون مستقرة وتلقى روحك المستوى اللي أنت موجود فيه غالبا بيوديك إلى مستوى أسفل منه الهشاشة دائما بتكون عند القدمين مش كده لكن الهشاشة لما تكون برضو في السقف خطيرة مش كده التهديد بيكون للرأس مش كده وهو أهم جزء أو عضو في جسم الإنسان ف التصرف لو ربنا يعني تاني وضعك في موضع بتاع يعني انك تكون شهم وتنجد يعني اللي هو بنات باحساس انه كانما هي ممكن تكون اختك او كذا او كذا يعني طبعا انت العاطفه الجياشه دي واحده من مشاكلنا طبعا يعني هسه في افلام كده قاعدين نشوفها في اليوتيوب انه في واحده بنت صينيه عبرت شارع بتاع زلط بدات تعبر شارع كده بتاع زلط زهقت يعني لأنه الشارع كان زحمة جدا وقفت فترة طويلة فقامت دارة تعمل حركة زي اللي بنعملها نحن يعني والناس بيقوموا بتعمل كده السوداني بيجيف ليك يعني أو بيهدي مش كده لأنه يكون داير يصلوا ما داير يعمل حادث يخليك انت ذاتك ما تصل في النهاية العبور من حقك كماشي والسير في الشارع من حقه يعني فالصينيين ما عندهم الحركة دي الفيلم ده صورته الكاميرا بتاعت المراقبة البدي عبرت يعني لأنه حركة هناك بقى غير يعني رهيبة فجات عربية نقل صغيرة كده أو ملاكي صدمتها طارت وقعت وين يعني تمددت كده في الأسفل قامت تاني زي فقدت توازنها جات عربية تاني ضربتها الشارع ده الكاميرا ما يعني عاملة فوكسينج على المشاة وكان الشارع ما بس كراودد بالعربات لا كان فيه ناس شايفين ما في زول فيهم حرك يعني حركة قدري كده ديل بهنا وديل بهنا وشايفين البيت اتضربت مرتين للأسف الشديد المرة الثالثة هي وقعت فقدت المقدرة على يعني الوعي جات عربية بقى كبيرة عفصتها بالكامل يعني
يعني انتهت منا يعني حتى البقية الباقية منا. الوضع ده لو كان هنا في السودان طبعاً أول حاجة العربات بتجيف حرب ما باقي العربات يعني حتتعطل تجيف والناس حتتلمى. هنا العاطفة الجياشة والهشاشة العاطفية بتاعتنا هنا تأثير إيجابي في احترام للإنسان. لسه ما وصلنا لتعقيد من الحياة يخلينا نتجرد من الإنسانية. هذا الإحساس بتاع التجرد وعدم تقدير الإنسان موجود كان لدى الميليشيات والقوات المشكلة الأمن السوداني في الفترة الفاتت والإفراط في استخدام السلطة، مش كده؟ عانينا منه ما عانينا والناس عانت منه ما عانت، فكانوا بيضربوا حتى أيام الانتفاضة أو الثورة من ديسمبر يعني في المدن المختلفة في الخرطوم كان في ضرب مبالغ فيه ما مبرر لناس عز الأبرياء. الزول المشحون اللي هو النظام اللي كان بيعمل الحاجات دي النفسية بتاعته هي نفس النفسية السودانية الهشة، لكنها تم تعبئتها ضد الإنسان اللي هو بالنسبة له بقى هدف بناحية سلبية على أساس أنه في أفكار زرعت على أساس أنه هذا العنف المفرط يؤدي إلى المحافظة على الوضع. الشيء الذي فشل طبعا بنسبة 100% هو العبقرية بتاعة الشباب السوداني انتصرت على الموضوع ده بالسلمية وبالشعار وما زلنا ماشيين لقدام إن شاء الله. بالمقابل يعني ده بوريك لو كانت شخصياتنا غير لو يعني انتمينا لشخصيات قوية من ناحية نفسية ما هشة ما بكون في مشكلة. يعني بنتعامل مع كل موقف بما يلزم من أي يعني ما بكون في مبالغة. لكن الجلسة بتاعتنا دي الآن على امتداد من الناس اللي بيشوفوها فيها بشارة كويسة إنه نحن على الأقل معترفين بأنه في إشكاليات حاصلة، عرفنا أو عملنا برين ستورم من الحتة بتاعت الذكاء العاطفي. واللي يمكن المرة اللي فاتت في المحاضرة جاء واحد من الأخوان مشروع يعني مشكور، هو كان ممثل الجبهة الديمقراطية في ولايات كردفان أو في أقليم كردفان الكبرى، فقال لي أنا حاولت أفهم شنو الذكاء العاطفي وجا قعد هنا وتم تنويره وما مشى من هنا إلا هو عارف شنو الذكاء العاطفي. قال أنا ما كنت بعارف إنه في حاجة اسمها ذكاء عاطفي. فدي مرحلة نحن يعني عديناها ودي حاجة كويسة. الليلة أي واحد فينا الآن أنتوا ما في زول فيكم، بدينا بعدد 10 أنفار الليلة العدد زاد ليه؟ لأنه في ناس جات مرة الميكروفون يعني مزبوط كويس، في مجهود يتعمل فيه في الزوايا بتاعته، الكلام كان مؤثر، الناس جات. دي مهارة بتاعت استماع ناس اللي جات يعني انضمت لنا اشتغلوا بالذكاء العاطفي معدل عالي جدا، لو قسناه بنلقاه فوق 65 درجة. قعادك واستمرارك في انك تستمع طورت من المهارة بتاعت الاستماع اكثر، وبالتالي انت شغال بتستوعب، انت بتستمع وبتعاين في المتحدثين وبتتفاعل وبتدي الناس انطباعا ان انت مواصل وفاهم الحاصل. ولو في حاجة استغلقت عليك الناس اللي اخذت فرصة ووافقت يعني جات على اساس انها تتداخل افادتنا كثير، تكلمنا عن ردينا عن الحاجة دي. ده نحن هسه عملنا تمرين عملي تلقائي على موضوع مهارات اكتساب الذكاء العاطفي. يعني الليلة انت ما في شيء يعني بخليك تقعد لو ما حسيت انه عندك ديفكت او عندك اشكال في الموضوع ده وعاوز عندك رغبة تستزيد وعندك رغبة تستفيد عندك رغبة تفيد الناس بأنك تتداخل. لأنه الأسئلة اللي بتجي دي هي بتضيء حتت نحن ممكن نكون مرينا على مرور الكرام نقوم نركز فيها والفائدة تكون أكبر. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي اللي انت قلتها بتاعت إننا بنرفض ال ما بنقبل الحاجة. أيوة صحيح.
يعني ممكن نقول بننظر بعبارات تانية دائما نحن بننظر للجزء المليء من الكوب، ممكن نقول كده، وما بننظر للجزء السلبي، بيحاول نغطي العيوب بتاعتنا، مش كده؟ طبعا دي طبيعة بشرية، يعني الطبيعة البشرية جبلت خلقت على إنها ما تقبل النقد، لذلك النقد ذاته فن وعاوزه مهارة، عاوزه درجة من الذكاء العاطفي. سيدنا عمر بن الخطاب يحضرني هنا مقولة من ذهب، يعني قال رضي الله عنه، هذا الرجل أنا واحد من الناس أتمنى طبعا يا زول يحلم به أو يوم القيامة نشوفه، يعني لأنه عمل حاجات عجيبة. فشوف الزول ده قال شنو، قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كان ده ممكن نمر عليه مرور الكرام، لكن لما أنا عاوز أعمل لكم تركيز فوكسين على حياة معينة، قال الزول ده أول حاجة أهدى إلي عيوبي، هو رحم الله دي دعوة مش كده، يعني يا سلام أنا مبسوط، يعني ربنا يرحم الزول اللي أهدى لي عيوبي، مش كده، ده الكلام معناه كده ومفهوم يعني، لكن نعمل فوكسين على حاجة معينة. أول حاجة أنا ما بهاديك لو ما أنت قريب مني وصاحبي، ما في علاقة قوية من الشارع كده من الباب للطاق بكرة أجيب لك هدية، ما بقبلها، لازم يكون في فرشة، يعني علاقة بتاعت إخاء الصداقة مش كده. وأثناء العلاقة دي أنا درستك وعرفت أنت زول بتاع يعني بتحب شنو، بتحب الورد، بتحب الحاجات الحلوة اللي بتتاكل، بتحب الساعات، عرفت الحاجة دي من خلال التعاملي معاك، وعرفت أوقاتك اللي بتقبل فيها الحاجة، بالتالي بمشي أختار الهدية وبجيبها لك في وقت تقبلها، بلفها في ورق بتاع سولفان وبقدمها لك، مش الهدية بتقدم كده. سيدنا عمر قال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني مش فلقني بها قدام الناس، انت ما تنقدني قدام الناس، لأنه هنا غرضك مهما كان سليم بيبقى فيه كلام، انت قاصد ده النقد الهدام ما بنا، لكن ممكن الناس ما عارفة والحاجة ما بتستحمل، وهو عارف مثلا حسين عارف انه عمل شنو، انا اقوم اقول كلام عام يصل حسين وينبه باقي الناس على انهم ما يقعوا في نفس دي مهارة بقى بتاع الذكاء العاطفي، لانه انت لما تقول تجي تنقدني بطريقة حادة قدام الناس، اول حاجة انت فيك اشكالية او اكتر من اشكالية نفسيا، انت غير مؤهل لانك تكون ناقد او تكون مقوم لسلوك بتاع اخ لك، لانه الموقف اللي انت ما بترضاه لنفسك ما ترضاه للناس. في اخطاء طبعا، في زول بيقول لي في ناس بيعملوا اخطاء كبيره، يعني مثلا زي الزول اللي سرق الموبايلات من البيت، يعني انت ما هتقعد تقول له تجيبه وتقول له وتنصحه، لا، لكن طبعا انت على حسب الخوف اللي انت خفته، انت تعاملت معه بعنف جايز جدا كان تضربه وتقتله يعني بالطوبة دي، فدي مسألة خطرة أو خطأ مفروض تعيد النظر فيها، بمعنى انت ما محتاج عشان تقبضه انك تضربه، مع انه طبعا في مجتمعات تانية انا مشيت مثلا زرت اثيوبيا، عرفت انهم ثقافتهم تقتضي انه الحرامي اللي سرق وقبضوه في الحي ثقافتهم المكتسبة عبر السنين يتلموا عليه رجال الحي كلهم بيوصلوه ديد بودي للقسم الشرطة وبسلموا لقسم الشرطة، وما في زول بيسألهم عن انتوا عملتوا شنو، ليه؟ لأنه عندهم السرقة كبير، مع انهم قاعدين يمارسوها هنا في بعض الأحيان مش كده، يعني ما كله مرة كده، واحدة تلقاها شغالة في بيته فترة من الزمن والأمور كده لوز وبتاع، لقيت لها الدولاب والخزنة فيها ذهب وكده بتحصل، لكن عارفين عارف اللي بيحصل شنو، بتختفي ما بيلقوها، ما كلهم يعني بتختفي او بيختفي الحبشي لما يسرق ما بتلاقيه، لانه عارف في انبلت يعني كلشر في داخل الايجو بتاعه انه لو اتقبض مفروض يموت زي ما بيحصل له هناك في بلده، لذلك بيختفوا بيمشوا ويرجعوا بلدهم طوالي بعد السرقة، لانه الموضوع كبير عنده ما زينا. هنا طبعا بقينا عنيفين شوي، اكتسبنا عنف في 30 سنه فات غصبا عننا، المفروض نرجع لقيمنا السودانية، وبدينا نرجع الحمد لله زي ما قلت إنه الحاصل في 6-8 أسابيع الفاتت دي مفروض يوثق، وإحنا الحمد لله يعني بمجهودات الشباب في المبادرة هنا المسائل دي موثقة وكده، ودي مسألة كان مفروض تكون في كل يعني مفروض تكون في كاميرات ونقل لايف على الهتافات لما تجي وإضاءة، لأنه الناس دي قاعدين يقدموا نموذج ومثال، أنا بالنسبة لي حاجة متعشة جداً، أنا شخصياً يعني لو جيت بمعدل بتاع ذكاء معين وكان عاجبني ارتفع معدل ذكائي العاطفي لأني اكتسبته،
وعلى فكرة واحدة من أهم السبل اللي بتخليك ترتفع سريع وترتقي في معدل الذكاء العاطفي إنك تخد نفسك في مكان أدنى مني أنا عشان تقدر تتلقى